إذا شكرا للطالب باهي فتح الدين على هذا العرض، وإن كنت لا أحفظ مثل هذه طريقة العرض هذه، كنت نتمنى تكون مغير على ما قدمته، لأن الشيء الذي قدمته موجود أمامنا في الأطروحة. كنا نستناو سيناريو واحد آخر، قصة هذه الأطروحة تحكيها من دون تطرق إلى هذا العارض الضوئي. لكن ربما هذه رسالة إلى الذين سيأتون من بعده أن يجتهدوا في طرح قصة الأطروحة بشكل مغاير، حتى ربما أعضاء لجنة المناقشة قد يغيرون رأيهم في بعض المسائل التي ربما اتخذوا مواقف في شأنها. إذا شكرا مرة أخرى للطالب، وأتمنى له التوفيق في هذه الجلسة العلمية. دون إطالة أحيي الكلمة للأستاذ بلال بن جامع من جامعة 20 أوت 1955 لسكيكدا ليعطي وجهة نظره وتقييمه وسيرة العمل مع الطالب في هذه الأطروحة. فليتفضل. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية أشكر رئيس الجلسة، هذه الجلسة العلمية، لإحالته كلمة لي. إذن بداية، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، أتشرف اليوم في هذه الجلسة العلمية التي سنناقش فيها أطروحة الدكتوراه تخصص علم المكتبات من طرف الطالب باهي فتح الدين. وما يسعدني أكثر أنها أول مناقشة لأول مشروع في جامعة جالما في هذا التخصص. إذن لنا العديد من الطلبة، نتمنى لهم كل التوفيق في مشوارهم العلمي والمهني إن شاء الله. إذن في البداية أيضا أشكر إدارة الجامعة، أشكر إدارة الكلية وإدارة القسم بحضور الدكتورة الوضحية وكل عملها وكل نشاطاتها المتعلقة بإنجاح مشروع الدكتوراه لقسم علم المكتبات، لتخصص علم المكتبات. إذا أشكر أيضا أعضاء لجنة التكوين الذين قدموا من وقتهم الكثير، على رأسهم الغائب الأكبر عواز، الدكتور عواز، وكل أعضاء لجنة التكوين. أشكر أيضا لجنة المناقشة المكونة من الأساتذة، بداية بالأستاذة بن ضيف الله ناعمة، البروفيسور الحمزة منير، بروفيسور سالم بشيوة، بروفيسور أيضا شاشة فارس، وكل الشكر والتحية المسبقة لصديقي وزميلي ومساعدنا في إخراج هذا العمل للنور. إذا نبدأ بالحديث بصفة عامة عن الموضوع، موضوع المذكرة، وهو جاهزية المكتبات الجامعية لإنشاء شبكة وطنية دراسة ميدانية بالشرق الجزائري. بطبيعة الحال الطالب أعطانا فكرة شاملة عن الفكرة المنهجية عن إخراج هذا العمل، بداية من فكرته إلى إشكاليته إلى منهجه العلمي وإلى الوصول إلى نتائج الدراسة بصفة عامة. أما أنا فسأتحدث عن الموضوع الذي يبقى بداية، إن اختيار هذا الموضوع هو اختيار صعب جدا، وقد وفق الطالب إلى حد ما في اختيار الموضوع، خاصة وأن جاهزية المكتبات الجامعية لإنشاء شبكة وطنية هي من المواضيع المهمة، وهي من المواضيع نوعا ما الحديثة القديمة في نفس الوقت. فإنشاء شبكات وطنية للمكتبات بصفة عامة والمكتبات الجامعية هي أساس تطور المكتبات بصفة عامة. إلى اليوم
يعني وباهتمامات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هي تهتم أيضا بهذا المجال، مجال الرقمنة ومجال التشابك ومجال العمل التعاوني لإخراج المكتبات بصفة عامة وإخراج المؤسسات الجامعية إلى ما يسمى بالتوجهات الرقمية أو التوجهات الحديثة الإلكترونية بصفة عامة. إذن الطالب وفق في بداية مشواره في اختيار العنوان، ووفق أيضا في احترام برنامج عمل تمكن من خلاله، يعني النجاح الأول هو نجاحه في إخراج عمل علمي بهذا الشكل في الفترة الزمنية المحددة. هذا أول ما وفق فيه الطالب، وهذا التوفيق جاء من خلال الجدية في العمل والالتزام بالوقت ووضع برنامج دقيق حرص الطالب على الالتزام به منذ أول وهلة في تقديم هذا الموضوع. إذن طبيعة الحال وفق الطالب في اختيار الموضوع، في الالتزام بالوقت، وفق أيضا في نشر أعماله العلمية ولا نشر مقالات علمية تتلائم الموضوع. إذن بصفة عامة هذا الموضوع فيه الكثير من الإيجابيات. على رأس هذه الإيجابيات جهد الطالب الذي يظهر من خلال إعداد هذا العمل في صيغة ولا في شكل لائق إلى حد ما. بطبيعة الحال هناك بعض النقائص التي سيقدمها لنا، أو بعض المقترحات والإضافات التي سيقدمها لنا لجنة المناقشة. إذن هذا باختصار حول فكرتي عن هذا العمل. إذن أتمنى التوفيق للطالب وباقي الطلبة في دفعة الدكتوراه لهذا المشروع. إذن ومن دون إطالة أحيل الكلمة إلى رئيس الجلسة. شكرا. إذن شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بالجميع، عيد مبارك للجميع. مادرة صوت شوية في البحالة هذه مرة شوية. مرحبا بأساتذة أعضاء اللجنة كل باسمه. مرحبا بالحضور الكريم رأسهم السادة الدكتورة مديرة المخبر التي كانت لها فضل كبير في توطين هذا المشروع. مرحبا بالأستاذة رئيس القسم، مرحبا بأساتذة الزملاء، مرحبا بالطلبة وبكل الحضور الكريم. سوف تكون لي كلمة مقتضبة حول هذا العمل. شخصيا عشت جميع المحطات الخاصة بهذا البحث منذ بدايته وصولا إلى هذه اللحظة. كان يعني الطالب باهي في التحدين، يعني مجتهدا وحريصا جدا وملتزما بجميع الملاحظات. كان هذا البحث يعني تخللته مجموعة من الصعوبات والعراقيل، خاصة أن الطالب جال 22 ولاية من خلال يعني توزيع هذه الاستمارات الكبيرة على كل العاملين بالمكتبات الجامعية، بداية بالمحطة الأولى اللي كانت بجامعة بومرداس باعتبارها الجامعة الرائدة لمشروع الريبو، حيث كانت هذه الانطلاقة من خلال استرجاع بعض المعلومات والبيانات التي كانت المرجعية الأولى للانطلاق نحو باقي الجامعات الأخرى. فعلا يعني هذا العمل يعني تكلل بمقترح نحو إعطاء يعني استراتيجية أو مقترح لتبني شبكة جهوية أو وطنية لتشابك المكتبات الجامعية، وهذا نادرا ما نجده في الأعمال البحثية. طبعا لكل عمل بحثي نقائص. نتمنى من أعضاء اللجنة الموقرين أن يقدموا كل الملاحظات التي من شأنها أن تثري هذا البحث وتكون إضافة له في شكله النهائي. وشكرا. إذن
إذن شكرا لأستاذ الجامعة بلال بن جامع المشرف الرئيسي بمعية الأستاذ الدكتور شابوني عمر على هذه التوضيحات والملاحظات الإضافية فيما يتعلق بإنجاز هذه الأطروحة. إذن أرحب أيضا بعائلة الطالب الذين التحقوا وبكافة الحضور على رأسهم الأستاذة دحتلوح منية مديرة المخبر ورئيس قسم علوم الإعلام والتسارع المكتبات وطلبة الدكتوراه الذين التحقوا بهذه الجلسة العلمية. إذن دون إطالة سنحيل الكلمة نبدأ بالأستاذ شاشة فارس، أستاذ صديقي في مرحلة الماجستير وأخي. إذن أتمنى أن يتسع صدر الطالب للملاحظات التي سيبديها السادة الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة، وليكون في علمك أن هذه الملاحظة ستكون إضافة وليست قدح في العمل. على كل حال الإنسان يصيب في الكثير من الأشياء وقد يخطئ في بعض الحالات. إذن أتمنى من الأساتذة المناقشين أن يركزوا على الملاحظات التي يمكن أن تقوم هذا العمل وتحسنه وربما تعطي آفاق مستقبلية للطالب فيما يتعلق بمساره في البحث العلمي. إذا دون إطالة مرحبا أستاذ شاشة فارس من جامعة محمد لابين دباغي بسطيف، ولك كل الوقت لإبداء الملاحظات التي تراها جديرة بأن يأخذها الطالب بعين الاعتبار وحتى زملائه الطلبة الذين لم يناقشوها. إذا تفضل أستاذ. السلام عليكم. يشرفني أن أكون في هذه الجلسة العلمية. أظن أنني هذه ثاني مرة أكون في قسم علم المكتبات وجامعة قسم المكتبات والعلوم الإعلام. أول مرة كنت في المسابقة، ثاني مرة أكون في العمل المناقشة. أرحب بالطالب وعائلة الطالب بالضيوف الكرام بالأساتذة زملائي. ملاحظاتي سوف تكون على شقين، هناك جانب شكلي، جانب منهجي وجانب في المضمون. أول شيء الصفحات، أنا مدلك صفحات في PDF، صفحات أنا أقول لك صفحة في PDF، تلقيتها PDF. أول شيء في صفحة 5315 في فارق المحتويات في الجانب الشكلي، أظن أنه هنا في الفصل الأخير، الفصل الأول الإطار المنهجي للدراسة والإطار كتابة الفصل الأول، ما لا توجد كتابة الفصل الأول، لأنه كنت رحت ترى الفصل الثاني الفصل الثالث نلقاهم في قائمة الفهرس، لكن هنا كي نشوف هنا في صفحة 5 PDF سير هاي كفوتها زين سيبون إطار منهجي المفروض في الفصل الأول، هذه هم النقطتين، ومن بعد راح نشوفوا حتى في الجانب فرونتيات في الفصل الأول ما لقاوش في الفصل الأول، هذاك تم إفاله ولا سقطه. ثاني شيء رغم مقدمة الدراسة تقريبا في مقدمة الدراسة مقدمة الصفحة الأولى خلاص، الفقرة الأولى والثانية أنا أشوفهم باللي لا لزوم لهما، لأنه المفروض أنه تتحدث عن المجتمع المعلومات ثم هكذا، الفقرة الثالثة هي اللي تتحدث عن التعاون، غالبا أنه مقدمة الدراسة هي مدخل إلى العمل المنهجي ولا مدخل إلى الأطروحة ككاملة مباشرة تتناول التعاون المدرسي، لكن كي قريت أنا الفقرة الأولى والفقرة الثانية لاحظ أنه تقريبا تناولت أنا قيمة المعلومات ثم مجتمع المعلومات ومن بعد تحدثت على الجانب التعاون. ثاني شيء ملاحظة في الأطروحة ككاملة هو أسلوب الطالب، أسلوب الطالب ولو أسلوب في بعض الأحيان يكون ينسى روحه بأسلوب إنشائي يلقى تطلق أحكام مباشرة. ثاني شيء أنك في بعض أحكام قطعية وتعتمد على الأحكام القطعية، إحنا راك في مرحلة أو أنك في دراسة علمية، دراسة علمية أي حكم يلزم يبنى على دليل أو على
ملاحظة مهم لازم يكون عندك دليل. الطالب في بعض الأحيان الأسلوب تاعو يحب يتناول مواضيع بزاف كثيرة، يطلق أحكام يعتمد على تلك الأحكام. هنا في الفقرتين هذو مباشرة لو نروح الإشكالية صفحة 27 في سياق الإشكالية، لاحظ أنه في الفقرة الثالثة تعاني المكتبات، لاحظ تعاني المكتبات كملها عامة ومنها الجميع أن الجزائر، تعاني المكتبات عامة ومنها الجامعية في الجزائر على وجه الخصوص من مجالات متعددة، ولعل سبب ذلك يرجع حتما إلى انعدام النشاطات التعاونية. تلا هنا راك تدرس جاهزية للتعاون، ولا نقول ما عندناش نشاطات تعاونية، سما لا نبداو تحت السؤال قبل ما تبدأ. مفروض في الجملة هذه ما تطلقش الحكم مباشرة من بعد في الدراسة الأخرى، خلاص راك توصل للنتيجة هذه ولا ما توصلهاش. كمل ثاني تساؤل ستة، تساؤل ستة تقريبا صفحة 28. هنا ملاحظة فقط في الأسئلة تاعك، راك طارح ثمن أسئلة فرعية. الأسئلة الفرعية هي أدت إلى تشتت الدراسة وتشتت الاستبيان ككامل. المفروض أنه كنت قادر تلخص الأسئلة هذو لأن في ربعة ولا، لأنه كان هناك أسئلة يمكن دمجها مع بعضها، هذه حاجة الأولى. ثاني شيء صياغة الإشكالية، صياغة التساؤل ومن بعد صياغة هنا خاطئة أدت إلى صياغة الفرضية السادسة خاطئة. لاحظ هل توجد فروقات ذات دلالة إحصائية؟ التساؤل السادس، إذا استخدمت هل توجد فروقات ذات دلالة إحصائية؟ وراي الدلالة لنا تقول بقيمة 0.05 اللي راح تعتمدها أنت وكاتبتها في الدراسة، المفروض تظهر لي لنا. هل توجد فروقات ذات دلالة إحصائية بقيمة 0.05 الحرية درجة الحرية هذه؟ المفروض أنه هذه لهنا له. لاحظ ثاني هل يوجد ارتباط بين التساؤل السابع والتساؤل الثالث؟ تقريبا مكررين، قلت لك تقدر تدمجهم. هنا يتحدث عن المورد البشري، وفي السابع هل يوجد ارتباط بين الأنشطة التعاونية المتاحة ومهارات المورد البشري؟ تقدر تدمجهم مع بعضها ويكونوا أحسن. تقلل من عدد الأسئلة الفرعية، ومن بعد تقلل في جهة الاستبيان وتقلل من طريقة في أسئلة الاستبيان. نكمل في الفرضية، من بعد ما راحش نتناقش من هنا نتناقش في الدراسة، لأنه عندي في الجانب الإحصائي إشكالية ممكن بعد نتناقش فيها. أهمية الدراسة صفحة 30 بي دي اف. الفقرة الأخرى كما تسعى الدراسة عن البحث عن مختلف النماذج، هذه مشادف ما تكونش أهمية. كما تسعى الدراسة عن البحث، تسعى مفروض هدف ما يكونش في الأهمية، نزلوا للأهداف. بعد ذلك لاحظ ترتيب العناصر، ذكرت ومن بعد منهج الدراسة. منهج الدراسة أنا كشفته هنا حطيت راح تذكر لي العينة والإشكالية راح تتبعهم هنا، لكن لقيت أنا المنهج فصلته مباشرة بعد المنهج وليت الدراسات السابقة. مفروض هي المنهج راك مدير في الجانب المنهجي، راك مدير فصل تقريبا جزئي، المنهج يكون ثم، هذه حاجة الأولى. اثنين إذا درت الترتيب لهنا المنهج يكون بالآخر، ما يكونش في أهداف الدراسة ثم أهمية الدراسة ومن بعد الدراسات السابقة. ثاني شيء هنا في الغالبية أنه المنهج نقولوا منهج وصفي، مفروض منه منهج وصفي، منهج وصفي لأنه تقريبا مناسب للدراسة. لكن في الدراسة تاعك لهنا استخدمت في الدراسة الخطة المقترحة لك في الفصل الأخر، اقتراح خطة هذيك هي تقريبا جزء واحد المنهج في الدراسات المستقبلية اسمه منهج تقنية السيناريو، لأنه ذكرت خطوات كيفية صياغة تقريبا والله ممكن ما سميتهاش أنا منهج ديلفي، لأنه منهج ديلفي يعتمد على الخبراء كثيرا. لو كان عندنا اعتمد خبراء مثل ما عطيوني تصوراتكم لتصور مستقبل مكتبة جامعية ولا شبكة تعاونية راح تكون منهج ديلفي، لكن أنا سميتها تقنية سيناريو ما دام أنت اللي درتو وذكرت لنا السنوات في السنة هذه واش راح يديروا، في السنة هذه واش راح يديروا، الخطة حتى 2030. كمل في الدراسات السابقة. لاحظ
هناك إشكالية في الأسلوب. شوف باهي، باهي قرأت سابقة. هنا في الأسلوب في الدراسة السابقة الفقرة الأولى، الفقرة الأولى فقط قبل ما تبدأ الفقرة الأولى، إن مراجعة الأدبية فاسلة بالموضوع الدراسة تعد من المهام الدقيقة والصعبة، ومن شأنها أن تقلل وليه الغالبية أنه مثل الأسلوب تاعك لنا الفقرة الأولى هذه كي نقرأها. دراسة البحث العلمي يكون صعيب، مو غير الدراسات السابقة اللي صعيبة. هنا كي تخدم بالفقرات الإنشائية كما هذه تقريبا في كل عنصر رانا نذكر أنه فقرة إنشائية كما هكذا ويمكن الاستغناء عنها. هنا الدراسات السابقة مفروض أنه أي بحث علمي عنده دراسات سابقة تعتمد عليها، بعد تعتمد عليها في الجانب النظري وفي الجانب الميداني. في الصفحة 38 دراسات سابقة ما شاء الله ذكرت لنا عدة دراسات، لكن وش ينقص في الدراسات السابقة هذه هو مجال الاستفادة. لاحظ أنه كي نشوفوا دراسات سابقة تقريبا وقت 10 صفحات دراسات سابقة، مجال الاستفادة هو فقرة. تقريبا في آخر دراسات سابقة زي الدراسات الأجنبية 38 صفحة 38 في البداية كمل قبل لهنا أنا هبط كم قلت لك من خلال عروض الدراسات السابقة يتضح أن معظمها لاحظ قدام دراسة سابقة لكن بعد فقرة واحدة بينت لك السلبية تاع الدراسات وكل النقص تاع الدراسات السابقة وكل هكذا. المفروض أنه كنت أفضل أنا من كل تحت دراسة سابقة راك تتناول أوجه الاتفاق أوجه الاختلاف واش استفدت منها، أو كي تولي حبيت تلايم من كل راك تفصل أحسن مما ناولتهم، لأنه من بعد في الجانب الميداني راك درت عنصر نتائج الدراسة في ضوء الدراسات السابقة راك فصلت ما أحسن من لهنا. الأحسن أنه يكون لهنا ثاني زيد تفصل ما هي أوجه الاتفاق وأوجه الاختلاف. ضبط المفاهيم صفحة 39 بعدها مباشرة صفحة 38 نزل نزل 39 هنا في ضبط المفاهيم الغالبية في ضبط المفاهيم الكل الغالبية أنه في ضبط المفاهيم عندك تعريف اللغوي الاصطلاحي ثم الإجرائي. هنا واش راح نلقى الأول تعريف الأول تعريف لغة ثم إجرائيا، الثاني تعريف اصطلاحي واحد ومن بعد اعتمدت وخرجت تعريف اصطلاحي، الثالث ما كانش تعريف لغوي مباشرة تعريف إجرائي. هنا تكون عندك يا إما تعتمد طريقة موحدة ثم إجرائيا لغة اصطلاحي إجرائيا. أنت هنا في التعريف في الجانب النظري راح تتكرر تعاود التعاريف لأنه كاين هذو لقيت ما لازم مفصلين في الجانب وكررتهم. من الأحسن أنه هنا احنا في المنهجية الغالبية أنه في عنصر ضبط المفاهيم راح نخرج المفاهيم الإجرائية اعتمادا على الدراسة السابقة، اعتمادا على الاجتهاد التاعي، اعتمادا على التراث النظري، ثم نبني عليه الدراسة ككل. ماهوش نعرفهم هنا ثم نزيد نعرفهم ليه، هنا تعريف ناقص وليه تعريف ناقص، كنت مجتمع بعضهم كان أحسن ليك. الفصل الثاني شبكة التعاون صفحة 42 صفحة 43 مباشرة آخر فقرة من خلال ما سبق نستنتج أن المكتبة الجامعية لاحظ العنصر وش هو؟ هو الاتجاهات الحديثة في المكتبات الجامعية هكا. فالآخر خلاص من خلال ما سبق نستنتج أن المكتبة الجامعية هي رسالة مهمتها خدمة التعليم، وهذه هنا تقريبا وظيفة تعريف المكتبة الجامعية مش ما عندوش علاقة بالسبق بشيء اللي سبقه حتى ولا هنا. لو لاحظت أنا يا الاتجاهات الحديثة في المكتبة الجامعية ما يجيش في نص صفحة، من المستحيل يجي في نص صفحة لأنه بعد الغالبية أنه يعتمد في شبكة التعاون الجانب التقني الجانب التجهيزات البرمجيات المستودعات اللي تو تم وكره في الاتجاهات الحديثة للمكتبة الجامعية. العنصر كما هذا من الأحسن أنك تطوره ما يكونش بالطريقة كما هذه. ثاني شيء
نشأة المكتبات الجامعية. لاحظ نشأة المكتبات الجامعية، نشأة وتطور المكتبات الجامعية، العنصر اللي بعده صفحة 44. كي نقراها أنا ما لقاش نشأة المكتبات الجامعية. نشأة المكتبات الجامعية في الجزائر، لا هنا راك تتناول جانب نظري، يا تخليه نشأة المكتبات الجامعية وتغيره، يا تضيف له نشأة المكتبات الجامعية في الجزائر، وهذا اتفق معاك. صفحة 55 مصطلح الرمز الشريطي، انت اللي ترجمته ولا لقيته هكذا؟ كودابا، انت اللي ترجمته؟ انا ترجمينه هكذا كودابا. في الصفحة 58 الفايد، لاحظ تقنية الفايد اللي هنا راك تناولتها في فصلين في الميموار تاعك، تناولتها لهنا تقنية الفايد شرحتها وبالتفصيل، ثم تناولتها في فصل اخر، ومن بعد كي نوصل ليه في الفصل الثالث راك زدت فقرة تقنية الفايد. هنا في الناحية المنهجية كي نلقاو عنصر ما نوزعوش على فصلين، نحاولوا انه يكون اقرب للفصل اللي رانا نتناولوا فيه، ثم نتناولوا ثم بالتفصيل. موش نلقاه هنايا تقريبا واحد خمس صفحات شرحت لي تقنيه الارفايد والاستخدامات تاعها والتطورات تاعها في المكتبات الجامعيه، ثم بعد ذلك تقنيه الارفايد، وثم عاود تقريبا نفس واش كاين هنا في الصفحه 70 شبكات، انواع الشبكات. المتخصصون هو العنصر المتخصصون في مجال الحاسب الآلي والشبكات، من بعد أنواع الشبكات ومدى توظيفها في المكتبات. لاحظ أنواع الشبكات هذه هي تقسيم الشبكات من حيث البنية، شبكة حلقية شبكة خطية، هذه اللي هنا ما تساعدكش في المذكرة تاعك، لأنه أنت شبكات التعاون مش هي شبكات تسمى شبكات بالنسبة للمكتبات، مش هي الشبكات بالنسبة للإعلام الآلي. لو حاليا مثلا الميكرو هذاك ما ارتبط مع الداتا شو يجدو ركبوا له ميكرو واخر، راهو لي شبكة يا يعني، إما خطية يا إما حلقية يا إما أي نوع من الشبكة. هنا واش راح يفيدك؟ يفيدك ممكن في الأخر خلاص، في الأخر في الرؤية الاستراتيجية أنواع اسم الشبكة اللي اقترحتها، تقدر تخير نوع من أنواع الشبكات ولا في بعض الأحيان هيكلية الشبكات. أما اللي أنا كنشرحها بالتفصيل تقريبا 15 صفحة وتشرح لي في هذا كل أنواع الشبكات، هذا اللي أنا بالنسبة للمذكرة تاعك تم تقريبا موش لا فائدة منها، لكن هو حمل زائد تعبت فيه روحك مشكور عليه، لكن بالنسبة للمذكرة تاعك تؤدي إلى هناك الخلل القليل. بعد ذلك في الصفحة 74 مجالات تقريبا في الشبكات، مجالات الشبكات التعاونية في المكتبات، مش مجالات لنا استخدامات الشبكات. العنصر مجال، مجال تسمى شيء من شيء محدود في شيئين، أما لنا لأن وش ذكرت مجال الشبكات التعاونية، ومن بعد في مجال التزويد، في مجال التعاون، في مجال التزويد، في مجال الفهرسة، في مجال تسمى لهنا استخدامات الشبكات في خدمات المكتبات. الفصل الثالث نماذج المكتبات، راح اطرح لك السؤال فصل كاملا، ذكرت هنا عدة نماذج، هل هناك معيار خيرته اعتمدته بها؟ ذكرت في النماذج تقريبا الفصل الثالث ذكرت نماذج من الوطن الجزائر، من الجزائر، نماذج من الدول العربية، ونماذج أجنبية. هل هناك معيار اعتمدته بها تخير؟ لأنه هناك آلاف شبكات التعاون، والله خيرتهم الموجودين في التراث في المراجع فقط، لأنه إذا خيرتهم هل من بعد اعتمدت عليها في دراسة التجربة الجزائرية والتصور تاعك المقترح، أو اعتمدتها من لهنا؟ لأنه في بعض النماذج كاين نماذج ناجحة ونماذج فاشلة. أنا كنت نفضل أن النماذج هذه تذكر النماذج اللي تكون عندها مشابهة النموذج الجزائري الريبي، لأنه هو فشل، لماذا فشلت؟ هل عندها نفس الأسباب كما احنا؟ وتذكر النماذج الناجحة علاه نجحت، بان تخير في تحليل الصور اللي قمت به الإيجابيات والسلبيات والإمكانيات، تقارن ما بين التجربة الجزائرية وتجربة تجارب الأخرى. ثاني شيء أنا كنت مفضل أنه في التحليل تاعك تعتمد على نموذج المقارنة، لأنه في نموذج المقارنة مثلا عندك نماذج بزاف، من أحسن أنه تقارن ما بين النموذج الجزائري والنماذج هذه.
في الفصل الرابع الجاهزية صفحة 124. نروحوا في الفصل الرابع جاهزية المكتبات. لاحظ في العنصر الأول 4-1 مفهوم الجاهزية لغة، المفروض هذه ما تكونش هنا مادام في ضبط المصطلحات أو عنصر أساسي جاهزية، أنت كي تهز العنوان تاعك العنصر الأول اللي راح تضبط المصطلح هو الجاهزية، نزيد نلقاها أنك عرفته ليه ولغة وتعرف اللي أنا ونفس تعرف القاموس اللي هزيت منه نفس التعريف، المفروض أنه ما يتكررش العنصرين هذو، هذه الحاجة الأولى. ثاني شيء في الجاهزية نكملوا في الصفحة 127. طريقة قياس الجاهزية، درت طريقة قياس العنصر هو عنوان طريقة قياس الجاهزية 4-1-4-3 127. نيميرو طاسون هذيك مشكلة. لهنا طريقة قياس الجاهزية بالطريقة الأولى هي الأنسب اللي قلتها، هي تحليل صوت تقريبا، لأنه أي مشروع المفروض أنه تحليل صوت هذه لهنا. من بعد طريقة المسح لقياس الجاهزية لهنا هو استبيان. طريقة المسح ذكرت لي الاستبيان، بعد ذلك ذكرت المقابلة، ومن بعد المجموعات بؤارية، ومن بعد انا كي نقرا فيهم نلقاهم تعريف نظري تعريف منهجيه، لان المجموعه البؤاريه تقريبا هي اختيار فئه، هذا مرتبطين بالموضوع. المقابله تقول لي راه اجراء مقابله مع مسؤولين الجانب هذا، هذا اللي هما مش كيش لقيت لك الجاهزيه كما الملاحظه المقابله هذيك ما لقيتش لك الجاهزيه، لانه نعطيها لك مثال في تحليل الاستبيان تاعك، المحور اللي تقول له هل لديك وعي كيكون مرتبط بشخص، وش يقول لك؟ يقول لك نعم موافق جدا وتلقى نسبة عالية. كيقول له هل لديك الإمكانيات؟ يقول لك ما عنديش الإمكانيات، بما يخدمش. اسم الوعي كاين وعلى باله كاين وراه ناوي يخدم، كيعرف مرتبط بشخص تاعو تقييم ذاتي، بصح كي تقول له عندك أجهزة وهذه وهل أنت ملاقي؟ يقول لك ما عنديش. هنا نفضل أن أكون تحليل صوت، لأنه تحليل صوت استخدمته قادر تميز وراه الإيجابيات ولا وراه الإمكانيات اللي عندها أي مكتبة، وراه لو فيبلات وراه التهديدات، من بعد تخرج انت بالطريقه تاعك المشروع اللي كنت حاب توصل ليه. انا نفضل هذو العناصر يحفون ما تخليهمش هنا. نعاود قلت لكم تقنيه الالفايد اللي تناولتها لهنا، نزيد نلقاها في الصفحه 150 تقريبا نفس المعلومات، ممكن بدلت هنايا شويه مراجع فقط في تقنيه 150، لكن شرحتها في الفصل السابق. نظام الارفايد لأمن الأوعية المكتبية، مفهوم تقنية الارفايد هذه كي شرحته في الفصل الثالث، أعطيت لك الصفحة هنا تقريبا. لاحظ تقريبا واحدة صفحتين مكررين في المعلومات، راهي مكررين في الفصل الآخر. بعد ذلك المتطلبات الفنية، لاحظ المتطلبات الفنية، لكن نقول المتطلبات الفنية لأنه العنصر هذا يدخل مع شبكة التعاون، إنجاز شبكة التعاون. المتطلبات الفنية رحت مباشرة نضبط الميتاداتا، قبل ما نضبطوا الميتاداتا تسمى قبل ما نضبطوا الميتاداتا يلزم أول حاجة المتطلبات الفنية، تحتاج لك البرمجية، تحتاج الأجهزة، ومن بعد باه كي تولي في الجانب الفني راهو تروح تناول الفرصة. نتذكر بك أنا وسالم إذا كان قرينا الأستاذ حمان مجيد في المشروع تاع الريبي تقريبا في 2008 في الحصة مباشرة جاو الخبراء تاع الاتحاد الأوروبي اللي يقيموا الريبي، الدرس به بدا هنا أنه كي جاو الخبراء، لأنه هو كان الأستاذ قدير كان عضو في المشروع الريبي، الجملة الأولى اللي قالوا ميز أوروبيا واش قالوا لهم؟ نيتواي فوتر كاتالوج. إذا تذكر في 2008 واش طلبوا منهم؟ طلبوا منهم انه قبل ما يبداو يديروا شبكه التعاون تاع الريبي اللي ما صلحش وتناولته، نظموا الفهرس تاع المكتبه قبل ما نروحوا ننتقلوا للميتاداتا، لانه الميتاداتا هي تقريبا برمجيه تدخلوا البيانات، هذه البيان من بعد الخلفيه كيف ولا كيف تخدم ولا فلسفه الميتاداتا شيء اخر. ثاني شيء انه هنا في الميتاداتا هي كانت توسعت
المفروض انه الميتا داتا وذكرت معها الحفظ الرقمي، ثاني العنصر تاع الحفظ الرقمي. كنت نفضل انا في المتطلبات الفنيه لانجاز شبكه التعاون تفصل في الجانب التقني والجانب الفني، لانه هذه مرحله المعالجه هي الاخرى خلاص. الفصل الخامس في الجانب في الدراسه في الفصل الخامس 165 الميتا داتا تقريبا هي والحفظ الرقمي درت 20 صفحة. في مجالات الدراسة لاحظ انه مجالات الدراسة ذكرت تقريبا الحدود الجغرافية، ومن بعد الجامعات اللي ذكرتهم اعتمدت مجموعة من الجامعات على الشرق ضفت لهم بومردات، ومن بعد فسرت لها ضفت بومردات لأنه هي اللي كانت مسؤولة على مشروع ريبي طومبيس ريبي على أساس أنه هي القائدة، هي باش تقيم المشروع نجح ولا ما نجحش. هذه مشكور. إشكالية وين؟ لقيت أنا في مجالات الدراسة المكتبات المركزية اعتمدت عليها متى؟ الدراسة المدنية اعتمدت على المكتبات المركزية. في بعض الأحيان ما اعتمدتش على المكتبات المركزية، رحت المكتبات الكليات. على ما اعتمدتش على المكتبات المركزية واعتمدت على مكتبة الكلية ما وزعتها، لأنه لاحظ المكتبة المركزية هي مسؤولة على باش تجري تعاون ما بين جامعة وجامعة، ما هي تشابوتي. مكتبة الكلية ما يقدروش يديروا تعاون لو ما يروحوش المكتبة المركزية، المسؤولية تسمى لهنا راهي في المكتبة المركزية. هذه لون. ثاني شيء كنروحوا للعينة، في العينة صفحة 168 العينة تاعتنا عينة قصدية هكا. إشكالية مش عينة قصدية، راهي مسح شامل، راه مجتمع دراسة كامل. لأنه لاحظ دوك ممكن الخطأ وقع في واحد الجزئية فقط ومفروض تفسرها. لاحظ الجدول رقم 4، هذا هو رقم 4 يوضح توزيع الموظفين والاستمارات بجامعة الشرق الجزائري. لاحظ انه انت الاستمارات اللي وزعتها هي 343 هكذا. الاستمارات اللي استرجعتها هي 234، تسمى تقريبا 100 ما ردولكش، اي تقريبا 111 هكا. راهي تقريبا تسمى 111 يعني نسبه تقريبا مش 50% توصل 20% هكا. 115 ما رجعوش الاخر، تسمى تقريبا راهي تقريبا 30% هكا، 30% ما رجعوا لك. انت اعتمدت على الدراسه تاعك، اعتمدت الاول توزيع الاستبيان في المجتمع الكلي تاعك، اعتمدت على 643 موظفين وكل تاع المكتبات المحافظين وذكرت التفصيلات تاعهم. كي لقيت الاستبيان ما رجعولكش قلت عينه قصديه. لو تخليها عين المجتمع مسح شامل بصح تفسرنا لا ما رجعولكش. نعطيك مثال، الغالبيه انه الاقسام اللي فيهم المكتبات الاولين واللي يدرسوا المكتبات هما اللي ما رجعولكش. تسمى هذه هي الاشكاليه. نعطيك مثال، قسنطينة وزعت 70 وما واش ما رجعت 22 واحد، هذه الأولى. قال ما جيرانك لهنا واش وزعتو ما رجعوا لك 6. كاينة جامعة بسكرة 8، باتنا 16، كاينة هذو ما اللي نسبة عليهم شوية الأخرين 5 و6. وهذو هنا كنت قاعد تفسر لماذا ما رجعوش، لأنه أنت راك درت شبكة التعاون وراك تتعامل مع مكتبين تسمى في نفس التخصص، في نفس التخصص. وكي تروح تخصص ما راهش تذكر له المصطلحات ولا تفسر له المصطلحات الجديده هذه، لانه يعرفها سواء في الجانب النظري وفي الجانب في الاخر. تسمى لهنا ما تلقاش، المفروض انه العينه تاعك ما تلقاش منها صعوبه. لقيت فيها صعوبه، علاه لقيت صعوبه؟ هنا تفسر في الجدول هذا وتكمل. انت لقيت ما رجعولكش بدلتها كان مسح شامل قلبوا عينه قصديه واش رجعوا لي هذوك هما ونكمل. هنا تولي اشكاليه. روحوا لهنا في الجداول، جدول 178 الاس بي اس اللي خدمت به، انت اللي خرجت به. شوف باهي، الاس بي اس هو برمجيه،
تمدلو لي داتا، تمدلو البيانات، يخرج لك واش تحب. لكن انت اللي تحدد له واش يخرج لك، والثاني واش يناسبك في الدراسه تاعك. هنا في الدراسه تاعك يناسبك المتوسط والانحراف، راك ذكرتها هذه لهنا. تكرارات ما يفيدكش، لانه انت درت مقياس اللي كانت فرماسي موافق غير موافق. كي تقول لي غير موافق 50 بر 50 جاوبوني غير موافق، ما نفهم فيها انا ولا شيء. بصح كي تروح لي للانحراف والمتوسط راه غير موافق بدرجه، والانحراف هذا نعرف وين راه مايلين. هنا في الجداول تاعك كله هذاك الخانه الاولى اللي راك تذكر فيها تكرار، هذا كل لا ماهوش نقول لك لا فائده منه، لكن راك جهد زائد ما راش يفيدك. وفي الدليل انك في التحليل ما ذكرتوش، خلاص راح مباشره الجداول كله، الجداول اللي ذكرته مكل، من بعد مباشره راك للمتوسط ورحت لي الانحراف. هذه الحاجه الاولى، ثم تقريبا الجدول لو كل هذاك التكرار ما راحش يفيد. نروحوا في الجانب في الجانب تاع الجدول اللي حسبت فيه انوفات. نعطيك الصفحه في الصفحه 213، لانه في الجانب المنهج في الجانب التحليل هناك اشكاليه كبيره بزاف. تحليل انوفا 213، على خيار تحليل انوفا، على خيار هذا المعيار بالذات، لانه كنروح نشوف هنا تحليل انوفا يستخدم للبيانات صح الكميه كما اللي عندك انت، لكن كي تكون مجموعتين مقارنه ما بيناتها حتى انا ما درتش مقارنه. كي تحل تحليل التباين راك دير مجموعتين من البيانات، يكون عملية مقارنة. انت لهنا راك حتى في الفرضية وجهة النظر الرتب وهذيك وهذيك، راك تولي جدول مركب وتخدم بالمتوسط والانحراف يقول لك أحسن. أما تحليل أنوفا لهنا ما يفيدكش بزاف. هذه الحاجة الأولى. ثاني شيء، على خيرت لي في نفسها قياس الارتباط في صفحة 213 213 نفسها، قررت صفحة مباشرة معامل الارتباط. تناولت سبيرمان، لا ما درتش بيرسون، لأن وجهة نظري أنا البيانات تاعك راهي بيانات كمية إحصائيات، تسمى 30 50 نقطة. معامل سبيرمان يتعامل مع لا كمية إحصاء لا معلمي، تسمى يتعامل مع الرتب مع شيء كما هكا مع الاسماء، ما يتعاملكش مع الاخر. اما لهنا اللي يصلح لك هو معامل سبيرمان، لانه هنايا لاس بي اس اس دخل تقول له خي تروح له اناليز، دير له من بعد ستاتيستيك، خير له واش يحسب لك يخرج لك، يخرج لك صحيح ولا غلط. هذه تولي الارتباط ولا واش تطلب منه انت. روحوا في النتائج صفحة 252 فرضية 6، هنا في فرضية 6 صفحة 254 لا توجد فروقات الدلالة الإحصائية. لاحظ لهنا واش وليت في الإجابة، راك من بعد ذكرت لنا ذات الدلالة، ذات دلالة إحصائية حسب متغير الجنس مهم. من بعد ذكرت لنا الدلالة، قلت قبيلة في الفرضية نفرض الدلالة 0.05 درجة تذكرها في الدين، باه من بعد نعرفك علاه قصد، لأنه لهنا ذكرتها ولهي ما ذكرتهاش. المفروض أنها تكون تصير في الفرضية الأولى خلاص وفي التساؤل الأول. نكمل، قلت لك أنا تحليل أنوفا تاع الارتباط وهذوك الفرضية السادسة والسابعة، هناك وجهة نظر انا كنت افضل انك تخدم مع البيرسون راح يعطيك النتائج هذه. انوفا وسبيرمان هناك اشكاليه، وحتى في النتائج تاع الفرضيه تحققت ولا ما تحققتش هناك اشكاليه فيها. كمل في النتائج في ضوء الدراسات السابقه، عنصر تشكر عليه لانه قليل وين بقاو تقريبا الصفحه. النتائج في ضوء الدراسات السابقه، نعطيك الصفحه. ميتين ستة وخمسين
بعنصر كما هذا قليل من الدراسات اللي نلقاهم، لأنه الغالبية الدراسات ولا حتى في الدكتوراه النتائج في ضوء الفرضيات يتوقفوا ثم أنت راك زدت تشكر عليه النتائج في ضوء الدراسات السابقة. لكن لهنا واش لاحظت؟ دراسة وحدة تاع الإنجليزيات تبصر المفروض أنه مباشرة تسمى لهنا الدراسة تاعك قارنتها مع دراسة تاع الإنجليزيات. تذكر راك شفنا في العنصر تاع الدراسات السابقة راك تقريبا 12 دراسة سابقة، ثم المفروض أنه حتى لهنا تفصل تذكر هل توافقتوا ولا ما توافقتوش، او كون اعتمدت الدراسات السابقه في التحليل تاعك يكون ثاني. بعد ذلك نلقانا عنصر مقترحات، لاحظ ترتيب العناصر هناك ثاني. النتائج العامه تسمى تقريبا كي نشوف انا النتائج العامه من بعد مقترحات الدراسه تسمى خلص الدراسه تاعك خي هكا كي نديرو مقترحات. من بعد واش نلقى الفصل السادس اقتراح استراتيجيه، مقترحات ما تكونش هنا والنتائج العامه ما تكونش هنا. الفصل هذا تاع الفصل السادس تاع اقتراح استراتيجيه المفروض يطلع، المقترحات تولي تنزل لانه حنا كي نقولوا المقترحات هي اخر من بعد مباشره المقترحات توصيات ومن بعد الاخر وجهه نظر. من بعد الفصل السادس اللي اقترحت فيه استراتيجيه هنا فقط في الاستراتيجيه هذه عنوان الفصل لاحظوا اقتراح رؤية لإنشاء شبكة تعاونية ولا اقتراح استراتيجية لإنشاء شبكة تشكر عليها، يعني حددنا نقاط القوة نقاط الضعف نقاط التحليل الصوت اللي استخرجته من الدراسة الميدانية. من بعد ذكرت الجانب وش حاب الأهداف اللي راح تنشأ منها الشبكة هذه. بعد ذلك تقسيم العمل لاحظ صفحة 279 تقسيم العمل ما بين الجامعات على اي اساس قسمته على حسب الامكانيات اللي لقيتها عند الجامعات. ما هكذا عادي كل جامعه شدت لها وش هي النقاط اللي تقدر تساهم بها في الشبكه هذه ثم قدمتها. لكن الاشكاليه انه في شبكات تعاونيه من بعد تذكر اداره المستودعات الرقميه حتى لهنا شتنا كل جانب رقمي ولا تحب تدخله في المذكرة تاعك. شبكة تعاونية مهمة تاع المستودعات الرقمية، المستودعات الرقمية دوك عندها موقع إلكتروني يقدروا حتى دوك آخر الوزارة تخدم على مستودع وطني مباشرة. أن الشبكات التعاونية الغالبية أنها تتعاون على الاقتناء، شبكات في الفهرسة، شبكات تسمى في الجانب العمليات الأولى هي التزويد الفهرسة تقريبا وعملية الإعارة هنا يفيدك، لأنه أما الجانب الرقمي راهو موجود شبكة إلكترونية علاه يديروا شبكة أخرى. بعد ذلك ولات لي خاتمة أقل من صغيرة خاتمة تقريبا شوف المذكرة تاعك 300 صفحة ما شاء الله، الخاتمة فيها صفحة واحدة وحدها لهنا تولي إشكالية في الخاتمة. ثاني شيء ترقيم الخاتمة أنا أشوف فيه خطأ، لأنه الغالب إحنا نقولوا مقدمة والخاتمة لا يرقمان ولا حتى يكون ترقمان، ثم تبدا مقدمه الف والخاتمه تروح تكمل لك ما رقمهاش خاتمه هي 6.18 لانه كي درتها لي هذه خاتمه راني نعتبرها خاتمه للفصل مش خاتمه للدراسه. الفصل السادس هذه هي الخاتمه تاعو هكا. في الختام العمل جد مقبول، الطالب حاب يخدم حاجه مليحه، هذه الحاجه المليحه في بعض الاحيان انها تؤدي الى بعض المطبات. شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم. شكرا للاستاذ الدكتور شاشة فارس على هذه الملاحظات القيمة التي وجهت لأطروحة الطالب بهذه الحدين، وأنا متيقن بأنه سيأخذها بعين الاعتبار، لأنه قبل اعتماد الإيداع النهائي لابد من إجراء كل التعديلات والملاحظات التي أبداها الأساتذة. لذلك أجدد ضرورة حرص الطالب على تدوين كل الملاحظات، ولأن الإيداع النهائي مقيد بمدى التزامك بهذه الملاحظات. إذا شكرا جزيلا مرة أخرى أخي شاشة. إذا دون إطالة أحيي الكلمة للأستاذ الدكتور منير الحمزة من جامعة الشيخ العربي تبسي رحمه الله من جامعة تبسة، فليتفضل مشكورا ويأخذ وقته كاملا. إذا
أستاذنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على أشرف المرسلين. تحضرنا كل معاني التقدير والاحترام، وينتابنا الاعتزاز والفخر لنتواجد في هذا المقام العلمي بجامعة جالما. ولا تفوتني الفرصة إلا أن أرحب وألتقي بزملاء الدراسة، كذلك أرحب برئيسة القسم، مديرة المخبر، طلبة الدكتوراه، الأسرة الكريمة للطالب، وحتى الفضوليون الذين أبوا إلا أن يحضروا هذه المناقشة. دائما ما أقولها أن أطروحة الدكتوراه هي بداية مسار وليست نقطة وصول، لأن البحث العلمي خاصة في نظام الألم دي راح يبذل العمل من الآن إلى غير ذلك. الموضوع هو جديد قديم، جاهزية المكتبة الجامعية لإنشاء شبكة وطنية، قديم لأنه التعاون منذ القرون، نشوفها حتى في التسلسل الكرونولوجي، لكن ارتباط اليوم تكنولوجيا نقدر نقول متوسط، لكن اليوم حتى الشبكات تطورت في ظل ظهور ما يسمى بالذكاء الاصطناعي إلى غير ذلك. الباحث أو المستفيد لا أصبح يكتفي بالإشارات البيبليوغرافية أو الملخصات، بل يبحث عن النص الكامل إلى غير ذلك. فمن خلال يعني اطلاعي على هذه الأطروحة ومع عن الدقيق والتفحص، سجلت أكيد بعض الملاحظات الإيجابية التي سوف أعمل على تعزيزها بالنسبة للطالب، وكذلك بعض الهفوات التي لا تنقص من هذا العمل شيء، بل هي بقدر أن تعطيك إضاءة نحو أعمال علمية أخرى. بالنسبة لمناقشة هذا العمل، هي تنوعت الملاحظات بين الملاحظات الشكلية المنهجية، ملاحظات تتعلق بالمحتوى، وممكن نضيف حتى على ملاحظات تتعلق بطريقة التقديم. لماذا؟ لأن دائما نقول طالب دكتوراه بالنسبة لي راه 90% مشروع تاع أستاذ في الجامعة. واضح؟ نبدأ على بركة الله بصفحة العنوان. حسب وجهة نظري كاينة كلمة مفقودة هنا في العنوان. كلمة مفقودة، كي تقول لي شبكة وطنية، شبكة في ماذا؟ هل هي شبكة للتعاون أم شبكة للاتصال أم شبكة للمعلومات؟ وهذا اللي خلاك بعد في بعض المواطن أنه عندك أو أصبت بما يسمى بالتيهان العلمي في بعض المحطات. أسكو تحكي على شبكة تعاون ولا شبكة معلومات ولا شبكة اتصال؟ أنا حسب وجهة نظري هنا شبكة وطنية، وكان يجي واحد من خارج تخصص آخر يقول لك وش من شبكة وطنية؟ شبكة للترويج أم شبكة لماذا هذه للشبكة؟ واضح؟ معليش. الصفحة اللي فيها الحديث، نحن دائما نكون شوية في طلبة تعلم المكتبات أكثر مطالبين أكثر من غيرهم في التهميش والتوثيق إلى غير ذلك. أي حديث ولا أي آية نضمن بها في قائمة المراجع. أعطيتينا حديث رواه الترمذي في كتاب كذا، بصح كي رحت لقائمة المراجع ما لقيتوش. كذلك إشكالية الدراسة اللي هو ممكن يتفق عليها مع زميلي، غاب للفصل، والإشكالية راهو عندنا فرق منهجي بين شيء اسمه الإشكالية وبين المشكلة، هي الزاوية التي تعالج منها الموضوع، لأنه كنز الأهداف والدراسات وهذوك كمان راهم إشكالية، وبالتالي وضعتهم في نفس المستوى. ترقيم قائمة المحتويات، شفت حاجة أمامال هنا، دائما تحط الصفحة الأولى وتحط الصفحة الأخيرة في الترتيب ذاك اللي على اليسار. حط غير صفحة تاع بداية العنصر. علاه نحط بداية العنصر وقته يبدأ وقته ينتهي؟ نحط الصفحة اللي يبدأ فيها العنصر وفقط. في قائمة المحتويات المكتبة الجامعية مدخل عام، دائما نقولها حتى للطلبة، ونجيها الطالب كي يحصل يقول لك ما هي المكتبة الجامعية ولا مدخل عام. أنا كنت ننتظر ملفي مدخل خاص أو مخرج بدل قلتي مدخل، يعني نحاول دائما قدر المستطاع اني نتجنب من هل كي نحصل في عنوان تسمية عنوان فصل اني نهرب للعناوين هذه. كذلك في قائمة المحتويات انا كنت تمنيت انه كاين عناصر تجي، نعطيك على سبيل المثال الذكر، حاجة مليحة انك تناولتي شبكة تعاونية، بصح ما حكيتيليش على مثلا لاسان ديال اللي كسر راس الجامعة ياسر، لاسان ديال اللي هو يسعى الى كنموذج يخفف هالكلفة الباهظة تاع كل مكتبة جامعية تقتني وحدها، ما لقيت له حتى إشارة لسندير في الدراسة تاعها، وأنا جهة روحتي تحكي لي على لاريم أكاديميك ريسيرش نتورك اللي هي ميتة الشبكة هذه، أي راحت في التسعينات على ما أظن ولا بداية الألفينات، صح تتناولها كرونولوجيا تاريخيا، بصح كاين حوايج أكثر،
نعطيك ثاني محطة أخرى مهمة. أنت تحكي وخرجتي لنا بمقترح وفصل كامل على دفتر شروط، عفواً على الشبكة الجهوية هذه ولا الشبكة هذه الوطنية، لكن لم أجد لا إشارة لدفتر الشروط واللي هو أهم حاجة، شقه الإداري شقه النظري، حتى في المقترحات تاعك في الفصل ما لقيتكش تحكي على حاجة اسمها دفتر الشروط. في الخدمات ذكرتي لي خدمة التزويد وعرفوا التزويد على أنه كذا والشراء وكذا، بالصحة المشكلة اللي لقيت وأنا في الأطروحة في بعض الأحيان هو ربط العناصر تاعك بالموضوع. أنا كيفاش نحتاج التزويد؟ التزويد نحتاجه مثلا في التفاوض الجماعي. أنا كي نروح مثلا لأي محل نشري أي فستان يعطيه بسوق ببري، بصح وكان نمشي خمسة نقولوا له رانا ندو خمسة عليك، قداه تخلي لنا؟ وهذا هو اللي من أهداف تاع الشبكة التعاونية، يعني أي عنصر عندك في الخدمات كما التزويد يفيدني في دعم التفاوض الجماعي اللي هو نحن نسموها قوة التفاوض أو القوى الضاغطة. واضح هذا بالنسبة للعناصر اللي حطيتيها لنا في الخطة. تالي قادر نجيك بطريقة عسكرية نقول كان الخدمات واش تهمك أنا الخدمات في الموضوع تاعك، بصح لازم نربط في كل خدمة بواش تقدم لي في الشبكة التعاونية. ترتيب قائمة المصطلحات، أنا نقول لك عليها نكونوا مكتبيين وما نطبقوش خدمتنا في بعتاس. وكان جاي قائمة المختصرات ماهيش ألفابيتيك، لكن أنت بكبسة زر دير أ بي زد ولا كذا ترتبها من المختصر اللي يبدأ بالأ حتى للنهاية. الصفحة واحد هنا استخدمتي لبعض التعابير الأدبية وأنا جهة نحسك تروح للأسلوب الإنشائي، السيل الجارف، القلب النابض، تسليط الضوء، هذه الدراسة تلعب، الدراسة لا تلعب هنا. وقلت لي في أكثر من محطة المكتبات الجامعية تلعب، لا نقول المكتبات الجامعية تؤدي، واضح تقوم المكتبات الجامعية. نحاول نتخلص قدر المستطاع من هذه التعابير يعني الأدبية، القلب النابض، الشرايين الرئيسي، قريب بدأت تسمي لي الكبدة أنا معلش. الصفحة واحد. الفقرة الثانية، شوف معي الصفحة واحد في الفقرة الثانية، تسعى المكتبات الجامعية. الصفحة واحد دائما في المقدمة، شوف مليح هنا في بعض الأحيان يقول لك منهجيا إذا فت مشيت في التسلسل المنطقي تاعي من العام للخاص، هنا صار لك مشكل وانا جهه تروح تخصص وترجع تعمم. وبدليل ذلك شوف الفقرات تاعك تقول تسعى المكتبات الجامعيه، ومن بعد تمشي في الفقره المواليه تعد المكتبات وتسكت بصفه عامه. واكثر من هذا لقيت دخلت حاجه اخرى في الدراسه تاعك هي مراكز التوثيق. وش علاقه مراكز التوثيق بالمكتبات؟ انت عندك المكتبات الجامعيه، اذا فت مشيت من المكتبات بصفه عامه رحت للمكتبات الجامعيه سيبو ما نزيدش نرجع للمكتبات العامه في كل الفقرات بتاعك. والغريب في الامر انك رحتي تحكي لي على مراكز التوثيق، كنت تحذف الكلمه هذه لانه الدراسه تاعك لا تعني مراكز التوثيق. الفقره الاخيره ركز لي عليها تعيش هذيك، ان اغلب المكتبات الجامعيه ان هي اداه توكيد، تأكد لي في حاجة وأنت الدراسة تاعك رايح وضعتي فروض رايح تتحقق منها كاينة ولا لا. شوف إن المكتبات الجامعية هنا أداة توكيد. والغريب في الأمر شوف وش قلتي، غياب توحيد الخدمات، قلة الميزانيات، نقص الأرصدة، الجهد غياب التعاون، هكي أنت أصلا تحوس كاينة جاهزية للتعاون وأعطيتي أحكام مطلقة هنا. هنا وكان همشتي لي حاجة قلتي لي وفقا لدراسة سابقة ولا راهي وصلت النتائج تاع الشيء هذا ما نهضرش معك أصلا. لكن الغريب في الأمر مش في محطة أو اثنين، قاعد شغل تهز ديسيزيون وتعطي أحكام مطلقة، وهذا اللي ممكن في أثر عليك في بعض المواد. معليش الصفحة الأخيرة من المقدمة كتبتي لي كثرة الجامعات في الشرق الجزائري حتى في الوسط، ونحن نعرفوا في كل جامعة تقريبا إن لم نقل كاين جامعة أو ولاية. من الحاجة اللي ما قنعتني في الصعوبات تاعك، أولا العدد تاعها ياسر وكأنه طالب دكتوراه، البحث العلمي راهو هم راك رايح تواجه صح لا واش رايك رايحين يفرشوك طابي روج ويحذفوا فيك بالورد وروح تشرب قهوه وروح هكا، ما كانش من هذه.
البحث العلمي رفض، وحتى في بعض الصعوبات اللي دونتها لأكثر من 10 ولا صعوبات، كاين صعوبات نسميتها بالنسبة لي حسب وجهة نظري هي صعوبات غير منطقية، وهذا دوك نعطيها لك في مواضع كيفاه نقلت. شوف مثلا تقول لي رفض المكتبات، لا المكتبات لا ترفض، قول لي المسؤولين القائمين على المكتبات. قلت لي المسافة كبيرة، واش رايك مثلا طالب دكتوراه يدير دراسة ميدانية في دكان ولا يدير في جامعة واحدة؟ قلت لي المسافة، هل تريد أن تغير، اكتب لك ملاحظة، هل تريد أن تغير الجغرافيا مثلا؟ أنت أصلا طلب الدكتوراه البحث في مرحلة الدكتوراه نعطوه الجانب التوسعي القيمة العلمية للأطروحة إلى غير ذلك. واضح؟ نجو للصفحة 5، إشكالية الدراسة السطر 4، عاد زدت كتبتيها لي مرة أخرى وين كنت قلتها لك الملاحظة. أأمل وأملي كبير جدا في النسخ الأخيرة أنك تصلح الأمور هذه. هاي الصفحة 4 في الإشكالية تاع الدراسة تاعك. هاي السطر 2، شوف مليح. أصبح من الصعب كذا، هاك ذكرتي زيد مراكز التوثيق، قلت لك حاول تنحيها من العبارة هذه. الصفحة 5 الفقرة الأخيرة السطر الثاني، قلتي غياب الشبكات التعاونية، شوف مليح، قلتي غياب الشبكات التعاونية، ومن بعد أنت موضوعك هو جاهزية شبكة تعاونية، مرة أخرى تناقض مع نفسك، معليش، أحكام مسبقة سميتها. الصفحة 6 ضمن هذا السياق الأخير، أنت في بداية الإشكالية وتقول وأخيرا، لا يعقل منهجيا نقول وأخيرا هنا في المقدمة، قول نأمل، لأنه أنت في المقدمة وتقول وأخيرا، على الأقل كان جيتي في الخاتمة ولا كعبارة كذا نحاول ما نديروهاش. واضح؟ شوف المصطلحات، مرة تقول المورد البشري حتى في الفرضية تاعك والتساؤلات تاعك، ومرة تقول الموظفين، وهذا اللي خلاني ممكن البارح ثاني في مناقشة مع الزملاء حتى كي لحقت تقريبا الصفحة 200 باش كي اكتشفت أنك تخدم على المكتبيين فقط. هل فعلا كي نتكلم على شبكة وطنية نحكي غير على المكتبيين ولا انفورماتيك ولا انجينيور؟ بالعكس المكتبيين والله ما يديروا شيء بدون الانجينيور، ونحن نعرف الواقع تاع المكتبات الجامعية، لأنه أنت كي تبعت قلت لي الموارد البشري واش راح في بالي، هزيت الموظفين اللي يخدموا في المكتبة الجامعية كامل، يهمني الكونطاب اللي يروح ينيغوسي على شراء الكتب والتفاوض الجماعي و ويهمني المهندس هذاك والتقنيساني في الإعلام الآلي وكذا. من بعد لا نتفاجئ باللي راك تحكي غير على المكتبيين، والدليل أنك في الجدول تاع الرتب هزيت لي المحافظ والملحق ومساعد مكتبي وفقط. والسؤال مطروح هنا دائما في اطروحه الدكتوراه اني ابحث على التبرير المنهجي اكثر، وعلى هزيتي المكتبيين وما هزيتيش العمال الاخرين الذين اللي هما يحكوا لك على الجاهزين. هنا متيقن كاين مكتبيين والله لا يعرفوا حتى الخصائص تاع لي ميكرو اللي عنده. معليش نروحوا ل دائما نقولها لك في مواطن منهجيه، جامي كي نجي للاستواء الفرضيه تعرف الفرضيه على انها اجابه مؤقته وروح الاستبيان هو والمقابله مقابل، هذه كلنا نلقاها في كتب المنهجيه. هنا نحتاج التبرير، على خيرت الاستبيان دون ادوات اخرى؟ على خيرت المقابله دون، خاصه انك هزيتي جماعه درتي معاهم مقابله من 22 جامعه، على خيرت ناس اخرين دون ناس اخرين؟ هذا اللي نحوس على التبرير تاعو. وزيد هزيتي مكتبات كليات وذكرها زميلي فارس، صحيح المكتبة الكلية راهي تابعة في الهيكل المكتبة أخرى، لا عندها سلطة الشراء لا عندها حتى سلطة، وعلى خيرتي مكتبات تاع كليات كيما قال ما وحاجة دون مكتبات كليات أخرى؟ أعطيني التبرير المنهجي. واضح؟ معليش الفرضية تاعك ثلاثة، الفرضية ثلاثة راهي مركبة شوي، في بعض الأحيان تقول لي نحتاج إلى متطلبات مادية وبشرية وتجهيزية، كي تحققت وحدة وحدة لا، نقول سامحوني أي فرضية نوعا ما أي محققة ولا استنوني يا جماعة، ما كانش منها، لأنها مركبة لي، وحتى الفرضيات من ناحية منهجية يبدو بجملة فعلية، ما نبداش بجملة اسمية، شوف الفرضية تاعك الثالثة. الثالث المكتبة الجامعية تمتلك المواد البشرية المؤهلة في جميع المجالات، كما تتوفر الرغبة، قادر نقول لك عندي الموارد البشرية بصح والله ما عندهم رغبة، واش نقولها من الفرضية أنا؟
متغيرين وشغل قاعد تضيق في الخناق على روحك في أكثر من موضع. في دوافع اختيار الموضوع، قلت لي قلت الدراسات التي تناولت موضوع شبكة التعاون، هل كي تقول لي قلت أنا يقول لي قلة، هل حصرتي ما أنتج من إنتاج فكري في الموضوع؟ هل اطلعت على كل الفهرس مثلا في المكتبات كامل باش كي شفتي؟ هل درتي عملية بحث مدققة في شبكة الإنترنت؟ أعطيتي ثاني قلتي وكأنه قلتي راي قلت ما كانش لي خدم في الموضوع هذا. هي صحيح كنت تقول ديما نلعب بالمستطاع في حدود علم الباحث ولا قدر المستطاع أو إمكانياتنا المتاحة، لأنك أنت ماكش مركز بحث باش كي تجول كل المكتبات العالمية وتعطيني الحكم هذا باللي قلت الدراسات. واضح؟ بالعكس كنت تقول لي قلت الدراسات نقول ما نحن في علم المكتبات علينا نتكلم على الانفجار الوثائقي ونحكوا فيه في المقاييس والانفجار وتصونامي المعلومات، ويجي مثلا تضخم المعلومات ونجي أنا في المراجع نقول أي قلت المراجع ولا كذا. واضح؟ صفحة 9 الكشف عن الصعوبات ناولناها في التسمية، عندك في أكثر موضع الغير مباشرة لتعرف الشيخ، الغير مباشرة خدمات غير مباشرة نكرة صحيح، وكتبتك في الصفحة 26 ربط الخدمات والوظائف بالشبكة التعاونية، جامي تحط حاجة سيبارية كذلك التزويد وعرف وكذا تجيل الفهرسة كذا نجيل، لازم تربطهم بالموضوع نتاعك. حاجة أخرى حاجة مليحة أنك تشكر عليها في كل موضع تقدم لي إحصائيات مشكور، بصح أنا توصل للعين وما تشربش، تقدم لي إحصائيات بصح ما تعطينيش سنة باش كيناي أنا بقى ندير التخمين تاعي أنا وش من سنة. الصفحة 64 113,000 دورية أي سنة وهزيتها حتى في الدورات التكوينية اللي دارها الريبي، وهنا نفتح قوس دائما الطالب ليس كل ما يلمع ذهب، على حبست الريبي الريبيرو تخلق في مشروع تاع كومبيس، وكومبيس راهو في حتى من الاهداف تاع الاتحاد الاوروبي هو تحويل هجره الكفاءات الى الاتحاد الاوروبي، وهذا امر سلبي. واضح؟ الصفحه 87 كتبت لك ملاحظه في بعض الاحيان تقديم معلومات متقدمه، هاك قلت لي 2009 ونحن رانا في 2024 في الطابلو هذاك اللي عطيتيني فيه لي ستاتستيك. الصفحه 87 جيد، نجيك للصفحة 105 و106، هنايا صرا لك لبس كبير، الفرق ما بين تحكيم الاستمارة من طرف محكمين، معايا باهي، ركز معايا، وفرق ما بين الاستبيان التجريبي، واللي هو ما عندكش ما لقيت حتى إشارة تحكي على الاستبيان التجريبي تاعك، وذوك نعطيك الدليل، الدليل أنك رجعت أنايا للأسباب، قلتي لي راهم ما فهموش بعض العبارات في الاستبيان، وانا نطرح لك سؤال اسكو وزعتي استبيان تجريبي ولا لا؟ لانه راه كاين فرق بين التحكيم والاستبيان التجريبي، الاستبيان التجريبي هو معرفه مدى تقبل المستجوبين مع كيما نهز انا مثلا نجي نهز لك سؤال نقول لواحد في الابتدائي ولا في الروضه نقول له هل تتردد ايها الطالب؟ ما يفهمش كلمه طالب، نقول له عزيزي التلميذ هل تأتي إلى المكتبة؟ شوف اللغة تاع الاستبيان كيف تتغير. هك أنت في المرة الأولى قلت لي راه ما فهموش مفردات في الاستمارة، وترجع ما نلقاش شيء يعبر على حاجة يسموها الاستبيان التجريبي، وما عطيتينيش توضيح. لازم دي الأسئلة أو هناك أسئلة في الاستمارة في الملاحق دمجتها، لأنها نحسها في بعض الأعيان واحد العبارات في الطابلو تاع لي كارت مكررة، وحتى انها مركبه كي تقول واحد نقول لك انا راني موافق بشده مع العباره الاولى بصح راني كونتر العباره الثانيه، نلقى روحي حير في امري وين نجاوب محير، وهذا اللي يخليك انك مشيتي شويه بعدتي على الموضوعيه وليتي ذاتيه. في بعض الاحيان انك تقول لي كوشي هنا بالذراع في الاستماره تاعك تعطيني خيارات فيك الموافق بشده، نقول لي كوشي بالسيف، وهنا راك قاعد تحيد في الاستماره تاعك. الصفحة 144 كتبت لك ما محل الكليات هنا، ناولوها الزملاء معليش نحاول نام. الصفحة 145 الموظفين في المكتبات، وهنا يزيد الدراسة تاعك خربطتني شوية، هل لي زاجون عمال النظافة داخلين هنا في الدراسة؟ هنا المصطلح لوموكلي يتغير، المكتبيين تولي في الدراسة تاعك كلمة مورد بشري وموظفين حاول. واضح؟ نجيك للاستبيانات الغير مسترجعة، شوف مليح راهو كاين فرق ما بين الاستبيانات الغير مسترجعة اللي نسميها أنا بالنسبة لي راهي استبيانات ضائعة، صح هذا؟
بصح ما لقيت ولا إشارة أنك أنت استبعدتي استماره، سوى قدر واحد يكوشيك زود دوليني ويحبس. عندك الاستمارات المستبعدة في الدراسة للعب ونجي روى ما عطيتينيش التبرير المنهجي بتاع المية وخمسطاعش، روى عدد مهول جدا. أنا وكنشوف كي نحسبه من 334 أي نسبة ياسر. نزيدك تزيد الموضوع هنا، هو اللي خلاك ما عطيتينيش التبرير. كاين ثلاثة جامعات بطلتي ما وزعتيش، أنا درتي لهم نموذج تاع جوجل ما درتيش ولا إشارة عليه في نسبة الاسترجاع ولا الناس اللي جاوبوك من جامعة واد سوف على ما أظن ورقلة والأخرى الجامعة الثلاثة. أنا متأكد عندك ثلاثة جامعات صحيت ما لقيتش إشارة ليه. ما به الناس هذا، وحسيتك حتى من خلال التعبير تاعك في التحليل أنك ناقم على الجامعات هذا. أسكو ما تجاوبوش معاك كنت تكتبها برك تعطي التبرير تاعك ونفهمنا، لأني ما لقيت حتى إشارة الناس اللي وزعوا بجوجل أين هم في الدراسة. واضح لقيت جامعة بومرداس هنايا، وجامعة بومرداس في القائمة تاعك ماهيش تابعة للندوة الجهوية، قلت اعتمدت على القائمة اللي هي في الندوة الجهوية لجامعة الشرق. بومرداس الجامعة ماهيش في الشرق، حتى في القائمة رحت للندوة الجهوية ما لقيت جامعة بومرداس، وانت حاطها في العينة تاعك اللي نعتبرها عينة ولا ان كنت متحفظ عليها شوي. لأنها هي المشرف على البيارافي الريبي عفوا، بصح الريبي ماهوش هو المشروع تاعك وحده في الدراسة. معليش الجيل التحليل في التحليل دائما استخدمتي أكثر من أداة، وهنا كنت نفضل كاينة واحدة النظرية في الإعلام والاتصال يسموها نظرية المبتكرات، كان بإمكانك تديرها في وعندك أسلوب الأرغونومي. علاه؟ لأنك أنت في الفصل اللي قاعد تقترح فيه في الرؤية تاعك في الشبكة التعاونية ما لحقتي للمتطلبات المادية والتجهيزات، هنا تستخدم نظرية المبتكرات ولا تستخدم الأسلوب الأرغونومي اللي هو حوار الإنسان مع الآلة وتعطينا لي كاركتيريستيك تاع الأجهزة اللي يقدروا يكونوا فيها. بصح أنا كي شفت الخصائص تاع الأجهزة راك تحكي لي على أصحاب أهل الكهف، وأنا جهة تطور تسارع تكنولوجي بصح لي كاركتيريستيك. أنا كي شكون اللي مازال يحكي مثلا على الحاسوب مثلا الإيكات والإيسيك، الناس رانا فتنا درك الناس في اللي في خصائص كبيرة كبيرة الإيسيك تروح وطلع. معليش في التحليل في كل مرة تعطيني الدائرة النسبية وتعطيني الجدول، هذا من العوامل اللي خلى الميموار تاعك تكبر الحجم، كنت تكتفي بحاجة واحدة. سجلت ملاحظة سميتها هنا التيهان العلمي هنا في التحليل مواطن، شوف المواطن تاع الاستخدام تاع المقابلة تاعك، والله ما لقيتها عييت نحوس عليها في الجداول. هاك خدمتيها انت كأداة ولا غبار عليه؟ عندك التبريرات تاعك استخدمت الاستمارة تاعك، لا يوجد دليل انك حاجة. وهذا اللي داكنا يديما في طلبة الدكتورة، والله ما نلوم الطالب في الماستير كي نناقشوه طالب الدكتوراه، وما ممكن نروح على الجدول 12 و 13 نلقاه وهذا ما يؤكده الجدول رقم 5 وهذا ما يؤكده الجدول 24. اكل العلاقه ديك التكامليه بين الاسئله اللي يساعدوك في تاكيد اسئله اخرى شويه ما لقيتهاش انا في الوقت مفقوده. الجانب الخفي انا تمنيت انك تحكي لي حتى على الجانب الخفي تاع ميدا تون بيس، لانه علاه بس وش هي الاسباب باش كي نستفيد من تجارب الفشل كما قال الاستاذ بيلا. علاه بس ميدا تون بيس اذا رايح نمشي على الشبكه تعاونيه جديده الى غير ذلك؟ حاجه اخرى ثاني الاراده، لما تتوفر اراده سياسيه الى غير ذلك، وين الدي سي دي الدوله هو لاسين ديال مشى هاو الاس جي بي مشت الاس جي بي ولت اوبليغاتوار الناس كل تحط المجلات اذا تحوس على التصنيف كذا. بصح شبكه تعاونيه مازلنا نحن في الحكايه هذه منين بدينا نقرا ونشفى، يذكرنا على خير كنا نقرا عند الاستاذه جموح ناول
وعمر نحكوا في الشبكات هذيك مازال تو الى يومنا هذا الناس يمشد في الذكاء، وانا كنت نتمنى ثاني تحكي لي على الذكاء الاصطناعي في الخطه بتاعك اللي هو التوجه وين رايح الى غير ذلك. الحاجه في تاكيد الفرضيه ثاني في الجداول، شوف مليح الانحدار الانحراف المعياري والاخر خدمتي لي بليكرت مخطط الخماسي من بعد انا كي هبطت هبطنا نلقاهم بقوا ثلاثه الاخرين راحوا حتى في التاكيد. مانيش عارف من بعد تقدر تعطيني انت التبرير المنهجي. اخطاء برك في الابستراك تاعك، الابستراك هو لازم تريك، وكي نقول لازم الح اصرارا واصر الحاحا انك لازم تصلح الملخص او ما دريتش باش نترجم. هو واضح فيه كلمات لقيتهم اصلا غلطين. هاي نعطيك ما مثلا موضع كلمه سيريس تريت تكتب بالسي سونتر مش بالاس في البدايه تاعها. يبقى ان هناك جديه للجهد، هناك جهد بذل خلال هذا العمل منذ ان اختمر كفكره في عقل الباحث وصولا الى اخراجه في احسن حله. استخدام المنهج العلمي والاسلوب العلمي في بعض المواطن وهو ما يشكل قوه للباحث، خاصه في استخدام تحليل صوت جيد جدا، تصحيح بركة في النسخة الأخيرة في التي سوف تقوم بإيداعها في المكتبة خاصة لغويا. ما عندكش ماكش مزروب أنك تصلحها تراجعها تأخذ وقتك نصف يوم ولا كذا، تبدأ الفواصل كذا إلى غير ذلك. حاجة إيجابية تحسب لك جدا اللي هو أني دققت ياسر في التهميش، تهميش تنوع المراجع جيد جدا. فقط لقيت فرد خلل في قائمة المراجع أنك في لو سيت ويب لو ليان لازم نحط لو ليان كامل، لأن أنا كي نحبس عند بوان أورغ راهو يديني لاباج داكي تاعك. واضح؟ ككلمة أخيرة أتمنى لك التوفيق في محطات علمية قادمة، لأنه دائما أقولها تكرارا ومرارا، ما من بادئ أو منتهي بلغ الكمال، لكل فارس هفوة، لكل جواد كبوة. كاين فرد كتاب في الدنيا هو كامل هو القرآن الكريم. كلنا نخطئ ونصيب، في بعض الأحيان نرجع حتى الأطروحات اللي درناها نحن ورسائل الماجستير تقول وش كنت قاعد ندير، وش كنت قاعد نلبز، وش كنت قاعد ندير إلى غير ذلك. لكن أملي كبير أنك في محطات علمية تتجاوز هذه الهفوات، وأكيد أنك بعد في نهاية المطاف ولا لما تتاح لك فرصة الرد، أنه إذا كانت عندك وجهة نظر من زاوية أخرى نحن لا نعلمها، عندك الحق أنك تدافع عليها وتعطينا ممكن رؤية أخرى. وشكرا جزيلا. شكرا للأستاذ الدكتور الحمزة منير على ملاحظاته وتوضيحاته التي تخدم هذا العمل العلمي. أذكر مرة أخرى على الطالب أن يدون هذه الملاحظات. إذا دون إطالة لأن الوقت يداهمنا، سأحيل الكلمة لأصحاب البيت الأستاذة المضيفة لنا عماد لتقدم ملاحظاتها، وأرجو أن لا تكرر الملاحظات التي تمت الإشارة إليها ربحا للوقت وتقليل من الجهد. إذا تفضل يا أستاذ. لكن كل الوقت أستاذ. بارك الله فيك. إذا بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مسرورة بتواجدي في هذا الصباح المبارك، في هذا اليوم المبارك، وفي هذا المكان المبارك، وفي هذه الجلسة العلمية المباركة مع إخواني وزملائي الكرام. أشكركم جميعا على هذه الجلسة العلمية المباركة. بداية دعوني أرحب بالحضور الكريم، أرحب بالطالب باهي فتح الدين،
ورحب بالحضور الكريم بداية من رئيس القسم قسم الإعلام والانتصار وعلوم المكتبات. أرحب بعائلة الطالب، حللتم أهلا ونزلتم سهلا. أرحب أيضا بالحضور الذي أبى إلا وأن يحضر هذه المناقشة العلمية، أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتكم. إذن بداية أو أشرع مباشرة في مناقشة هذا العمل الموسوم بجاهزية المكتبات الجامعية الجزائرية لإنشاء شبكة وطنية دراسة ميدانية بالشرق الجزائري. حقيقة يعني موضوع التعاون بين المكتبات من الموضوعات المهمة جدا، من الموضوعات كما قال الأستاذ الكريم القديمة حديثة، ونشوفه ضرورة حتمية لأنه لا يمكن لأي مؤسسة وثائقية مهما أتيحت لها من ميزانيات بأن تفي بالتزامات واحتياجات مستفيديها. يعني لم يترك لي الزملاء يعني في كل زاوية في كل محطة إلا وأدلوا بدلوهم، اتفق حول كل ما ذكر حول العمل من جانب زملائي. راح سوف أعرج على زوايا أو محطات أخرى من هذا العمل حتى لا أدخل في تكرار الملاحظات الموجهة لهذا العمل. إذن لا بد من إبداء ملاحظاتنا، من إبداء رأينا، فنقول وبالله التوفيق. بداية في قائمة المحتويات، كما قلت رح نتفادى كل ما وجه من طرف زملائي من ملاحظات وتصويبات لهذا العمل. نروح لقائمة المحتويات مباشرة. في العنصر 2.2 اللي يحمل عنوان التعاون بين المكتبات الجامعية، وعندنا العنصر 2.2.3 اللي خصص للحديث عن نشأة وتطور التعاون بين المكتبات الجامعية. لو نشوف محتوى هذا العنصر، كان بودي أو كان من الأجدى أن نتوقف عند نشأة وتطور التعاون بين المكتبات الجامعية الجزائرية، يعني وانت اتكلمت عليها بشكل مقتضب جدا وعرجت عليها يعني في عجالة في 5 أسطر صفحة 41. لو نروح للصفحة 41، صفحة 41 تاع الأطروحة وليس البديهة، تقول أن التعاون في المكتبات الجامعية الجزائرية ظهر تحديدا سنة 2003 مع ظهور بوادر شبكة غيبي، ولكن في حقيقة الأمر يعني تعود جذور التعاون وبوادر التعاون بين المكتبات الجامعية الجزائرية إلى ما قبل ذلك بكثير، يعني إلى ما بعد الاستقلال لسنوات الستينات وسنوات السبعينات من القرن العشرين. يعني وهي جديرة بالتوثيق وجديرة أنك تتوقف عندها تؤصل لها توثقها، وخاصة وأن الموضوع يعني يتكلم عن التعاون. يعني لما نقول بأن بوادر التعاون ظهرت في الجزائر سنة 2003 وكأنه مسحنا حقبة زمنية طويلة جداً، وكأنه جذور التعاون وبوادر التعاون لم تكن موجودة ولم تظهر إلا في سنة، يعني وهذا إجحاف لأعلام لمتخصصين يعني ساهموا وعملوا بشكل كبير جدا في البناء في 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 العمل من أجل إرساء بوادر وبوادر التعاون بين المكتبات الجامعية. يعني حتى ولو أنا شفت المقال عندك، مقال أو ورقة بحثية للأستاذ نابتي شفتها في قائمة المراجع وموجودة على لايس جي بي حول التعاون، وهي يعني
تؤصل بشكل مفصل جدا لبوادر التعاون بين المكتبات الجامعيه. يعني نقدر نقول هنا انه النواة الأولى للتعاون ظهرت بظهور ما يعرف بالفهرس الجزائري للدوريات عام 1987. بعد أول فهرس، بعد ذلك الدليل الوطني للأطروحات، يعني هذا كامل في سنوات السبعينات والثمانينات، وهي اللي مهدت الطريق لظهور بعض شبكة الغيبو وما إلى ذلك من مشاريع التعاون بين المكتبات. أيضا كان يمكن أن يظهر هذا المقال أو هذه الورقة البحثية في الدراسات السابقة، لأنه كما قلت نقدر نقول هي ورقة كما قلت يعني توثق بشكل مفصل جدا لبوادر وجذور التعاون بين المكتبات الجامعية الجزائرية. نرجع لقائمة المحتويات في العنصر 3-3. اسمح لي برك نرجع لقائمة المحتويات. العنصر 3-3 لما تعنون هذا العنصر بالنماذج الجزائرية، ونبدأ بأول نموذج اللي هو نموذج غيبو أو شبكة ما بين انتاغ، ما بين المكتبات الجامعية، وهي التسمية الصحيحة اللي لازم كانت تظهر في قائمة أو الترجمة الصحيحة اللي كانت لازم تظهر في قائمة المختصرات، ريزو انتر بيبليوتيك يونيفرسيتير، شبكة ما بين المكتبات الجامعية. احنا لما نقول نموذج موديل نموذج يقاس عليه، وهو المرجع الذي يقاس عليه ما هو في جنسه. وأنت في الكثير من المحطات وتقولها صراحة في صفحة رقم 5 في السطر الرابع، نرجع فقط للسطر، صفحة خمسة للأطروحة وليس للبي دي اف، صفحة 5 في السطر الرابع. فيما معناه بأنه شبكة الغيبو أو مشروع التعاون هذا هو مشروع فاشل ومشروع لم ينجح، وأنت حكمت عليه. بعد تقول لنا بأنه نموذج، يعني هذه تجربة وليس نموذج. كما قلت النموذج يقاس عليه، يعني نروح لنماذج ناجحة نقيس عليها، نشوف أي مواطن النجاح تاعها، مواطن اللي نجحت فيها إلى غير ذلك. ولكن يعني باش نقول نقيس على تجربة غيبو، وأنت قلت هي تجربة فاشلة، يعني ما بقاش نموذج. قائمة المختصرات، يعني الترتيب غير واضح، وانا ثاني اسر على انه ربما اقبلها من طلبه من خارج الاختصاص، ولكن دائما نقول على طلبه الاختصاص نحن يحق لنا نحن اصحاب الاختصاص ان نقول بانه اختصاص التنميط، اختصاص التوحيد، اختصاص التقييس، اختصاص التنظيم، اختصاص الترتيب. يعني من بعد نروح حنايا اهل الاختصاص نخرج عن هذا المبادئ والقيم، قيم الاختصاص ومبادئ الاختصاص. حبذا برك لو تراجع في قائمة المختصرات الترجمة الصحيحة للمختصرات تاعك، كيما لو ريبو، كيما لو سي سي دي زد. بون لو سي سي دي زد كاين لي كول لو كاتالوغ كوليكتيف، وكاين لي كول لو كاتالوغ كومان. يعني يا اما الجماعي او الموحد.
غاب أيضا عن قائمة المختصرات مختصر الـLMD، مختصر أيضا يعني هناك مصطلحين أخرين غابوا عن قائمة المختصرات. في المقدمة أنا قلت راح أمر على الملاحظات اللي قدموها الأساتذة. كان لابد أن نتوقف عند معيار التوثيق المستخدم في هذا البحث، خاصة وأنك يعني استخدمت خرجت عن المعيار الكلاسيكي اللي هو المعيار الأفناغ في التوثيق، وخدمت بمعيار الـ APA أو معيار الجمعية الأمريكية لعلم النفس. يعني كان لابد أنك تكلمنا عن معيار التوثيق المستخدم، الطبعة المستخدمة، حتى نتأكد من يعني ولي وقفة أخرى عند قائمة المراجع حول كل ما له علاقة بمعيار الـ APA المستخدم في توثيق مراجع هذا البحث. فيما يتعلق بأهمية وأهداف الدراسة، قد يقع الخلط بين أهمية البحث وأهداف البحث. لا أتكلم عن أهمية الموضوع، أهمية البحث وأهداف البحث، مع أن الفرق واضح. الأهداف هي النتائج التي يسعى الباحث الوصول إليها، بينما تتعدى أهمية البحث إلى توظيف هذه النتائج وتوظيف كيفية توظيف هذه النتائج في المجالات المرتبطة بها. يمكن أيضاً أن نقسم الأهمية إلى قسمين اثنين، أهمية نظرية أو أهمية علمية، وعندنا الأهمية التطبيقية أو الأهمية العلمية، وخاصة وأنك يعني توصلت لاقتراح خطة أو استراتيجية لشبكة تعاون وطنية. كما قال زميل هذه الفقرة الأخيرة للأهمية يعني تدخل في الأهداف. يعني لا يعني أن كل البحوث يجب أن تصاغ لها أهمية نظرية وأخرى عملية، لأنه كاين بحوث تقتصر أهميتها فقط على الجانب النظري. يعني هناك الكثير من مواضع في البحث في أكثر من موضع، أخطاء لغوية وأخطاء إملائية. يعني أنا أصر أنه تعطي هذه الأطروحة حقها في تصويب هذه الأخطاء اللغوية والإملائية لإخراجها في شكلها النهائي اللاحق. بالنسبة لي مصطلحات ومفاهيم الدراسة، يعني هذه وجهة نظري. بالنسبة لي مصطلحات ومفاهيم الدراسة هي تعريف إجرائية، لأنه نحن نعرف جيدا أن كل مصطلح، الكثير من المصطلحات في الكثير من الاختصاصات، وبشكل خاص في اختصاص علوم المكتبات، كل مصطلح يحتمل تعريفات عدة. كل يعرف هذا المصطلح من وجهة نظره ومن زاوية اختصاصه، وبالتالي احنا فقرة مصطلحات ومفاهيم الدراسة خصصت لتعريف هذه المفاهيم من طرف الباحث في منحى الدراسة، حتى لا نخرج عن مجال الدراسة. يعني نعطي تعريف لهذه المفاهيم في سياق الدراسة، لأنه ربما كنا نحط أن المصطلح هذا في سياق آخر ربما يحتمل تعريف آخر، وبالتالي ما راح يوقع شوية لبس ويوقع شوية اختلاط. أنا أصر على أنه مصطلحات ومفاهيم الدراسة وين يضع فيها الباحث تعريفات لمفاهيم متعلقة
الدراسة في سياق دراستها، حتى لا نخرج يعني ليجي يقرأ في الأطروحة تاعك يعرف به المصطلح هذا أنت تقصد به هذا المفهوم وليس ذلك المفهوم. نعم عندك مصطلح الأوديليس الذي غاب عن قائمة المختصرات. نعم يعني كما لو نروح أنا يا أؤكد لك ما قلت وأنت قلت في بداية تعريفك للدراسات السابقة الصفحة 17 الصفحة 17 دراسات سابقة التمهيد هكا من الصفحة 17 تعبير نافع هكا نروح للدراسات السابقة صفحة 9 وانت قلت في بداية او التمهيد الخاص بعنصر الدراسات السابقة انت تعطي التعريف من تعطي التعريف من منظورك في سياق البحث سوء تأويل يعني تضبط هنا تعريف لمفاهيم مختلفة عندها علاقة بموضوع البحث حتى لا يحدث هناك تأويل أو الالتباس أو الازدواجية في التعريف المكتبات الجامعية المكتبات الجامعية دائما في مصطلحات ومفاهيم الدراسة تضع تعريف المدادحة وبعدها نستنتج يعني وكأنه ضبط مفهوم المكتبة الجامعية في مستوى عالي يحتاج إلى تعريف لأعلام معينة ثم من هذا التعريف نستنتج تعريف المكتبة الجامعية أنا يظهر لي أنه المستوى اللي يسمانه الرصيد المعرفي اللي عندك بإمكانك يعني أنك تحط مفهوم أو تحط تعريف لمفهوم المكتبة الجامعية انطلاقاً من رصيدك المعرفي انطلاقاً من مكتسباتك القبلية يعني ما نحتاجش تعريف لأن نمهد للتعريف ثم نستنتج التعاون نروح للتعاون بين المكتبات يعني أصبحنا على تعريف وأمسينا على خلفية تاريخية ثم نشأة وتطور يعني ما بقاش هنا ضبط ومفاهيم مصطلحات الدراسة وخاصة أنه كل هذه المعلومات موجودة في الفصل الخاص بالتعاون يعني ما نحتاجش لكل هذه المعلومات في عنصر ضبط مفاهيم ومصطلحات الدراسة في العنصر الخاص أو العنصر الذي خصصته للمكتبات الجامعية ومفهوم المكتب شوف التكرارات وين مفهوم المكتبات الجامعية
تقول قبل الخوض في تعريف المكتبة الجامعية نبدأ أو يجدر بنا أن نتعرف على مفهوم المكتبة والجامعة كل منها على حدة. يعني هنا العكس، نبدأ بتعريف الجامعة ثم تعريف المكتبة الجامعية على أساس أنه الأصل ثم وليس العكس، يعني من العام إلى الخاص. صفحة 26 الترقيم تاعك يتكون من 7 أرقام، يعني كبير جدا. يمكن تعويض ذلك بترتيب ألفبائي، لما نزيد نكتب 1 2 3 5 6 1، هنا شوية نعوض يعني هذا الرقم الكبير بترتيب ألفبائي، عفوا ترقيم ألفبائي. عينة البحث يعني نمر عليها لأنه توقف عندها الزملاء. شوف هنا في الصفحة 152 وصر على مسألة التصويب اللغوي، صفحة 152 أنت راك قاعد تؤصل لمفاهيم سوف نتوقف عندها. صفحة 152 التعليق على الجدول في سطرين ثلاث سطور الأخيرة تقول ثلاث سطور الأولى، حيث نجد أكبر عدد المبحوثين في جامعة 845، وهذا رجع إلى القدرة على التواصل مع أكبر عدد من المكتبات بحكم المعرفة والعلاقات الشخصية. بعد تقول بحكم المعرفة، ماذا تعني بمصطلح بحكم المعرفة؟ مصطلح يدل على أنك في طريقك إلى الحكمة، أنا فهمته بشكل آخر، وخاصة تاني في محطة أخرى تتكلم عن العلاقات الشخصية، تتكلم عن يعني هي سلوكيات شوي بعيدة عن البحث العلمي، ولما تحطها في الأطروحة تاعك وكأنك تؤصل لهذه المفاهيم وهذه السلوكيات لتؤثر بشكل أو بآخر على سيرورة البحث العلمي. أيضاً يوجدها قائمة المصطلحات، أيضاً عندك الكثير من المصطلحات لم تظهر في قائمة المختصرات، كما مثل الـLMD، هي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية. نروح مباشرة حتى لا أطيل، حتى لا أقع في التكرار، نروح لقائمة المراجع. قائمة المراجع، قائمة المراجع يعني شهادة لله ثرية ومتنوعة لغويا، موضوعيا، زمنيا، جغرافيا. لكن أنت قلت في بداية أو لم تقل، يعني احنا شفناه لمسناه أنك خدمت بمعيار الـAPA لتوثيق المراجع في هذا البحث. بداية معيار الـAPA يصلح بشكل كبير جدا لتوثيق مراجع مقالات الدوريات وليس مذكرات التخرج، وخاصة وإحنا يعني منقولها صراحة العلوم الإنسانية الاجتماعية بشكل عام تركز يعني ما شاء الله الأطروحة تاعك أكثر من 300 صفحة، يعني كم كبير جداً
لا يصلح معه انه لا يصلح استخدام معيار الاي بي اي في التوثيق الا اذا كانت ربما الاطروحه استخدمت منهجيه الامراض هنا بالتالي راح نخرج على الكم النظري الهائل وراح تاخذ الاطروحه تاعك تاخذ شكل ما نقولش ورقه بحثيه ولكن اكبر بقليل ولكن يعني هذا الكم الهائل من يعني لا يصح وانه نخدم معاه بمعايير الاي بي اي. لماذا هنا لما نروح على المعيار الاي بي اي ماذا يقول في قواعد المعيار في حد ذاته؟ قواعد عامة خاصة باستخدام معايير الـ API تقول بأنه قائمة المراجع تكون مرتبة ترتيباً ألفبائياً دون الأخذ بعين الاعتبار نوع المراجع اللي خدمت بهم سواء كانت كتب أو مقالات دوريات أو رسائل جامعية أو بيبليوغرافيا أو ويبوغرافية يعني فقط أنه المراجع باللغة العربية تأتي في أول الأمر بعدها المراجع باللغة الأجنبية. وقولوا في قواعد الـ API بأنه قائمة المراجع يعني في كثير من الأحيان لا تتعدى الصفحة الواحدة مرة. بالتالي هنا نظن باللي يعني نظن كون عاودت خدمت بمعيار الأفنوغ أحسن. حتى قائمة المراجع أنا كي نجي نشوف شكل قائمة المراجع تاعك ماهوش هذا هو شكل قائمة المراجع بحسب معيار الـ API. كما قلت لك أولا تكتب المراجع في صفحة القواعد العامة لمعايير الـ API تكتب قائمة المراجع في صفحة مستقلة معنونة بالمراجع فقط أو ريفيرونس ويتوسط العنوان السطر. هذه قواعد تاع الـ API. نبدأ بالمراجع العربية ثم بالمراجع الأجنبية. تكتب المراجع كافة تكتب تباعا مهما اختلفت مصادرها دون فواصل كما حطنا الكتب القواميس كذا 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 وكان تباعا ترتيبا ألف بائيا. المرجع يكتب في السطر الثاني تاعه بمسافة بادئة تقدر ب 1 سنتيمتر يعني السطر الاول نكتبه كيما ولا ترقم ايضا لا ترقم قائمه المراجع في معايير الاي بي اي تاع التوثيق العلمي لا ترقم تاع من 1 حتى 100 لا نكتب مباشره باسماء المؤلفين باللقب وبعدها الاسم. اذا لا ترقم السطر الاول من التوثيق تاعي نكتبه كما هو ثم السطر الثاني ندخل بمسافة بادئة تقدر بواحد سنتيمتر ولكن عندك سطر ثالث كيف المسافة البادئة وأن يعني يعاد تصحيح هذه القائمة بحسب ما جاء في معايير الـ API. بالنسبة للمحتوى نتكلم على المحتوى من ناحية الاقتباسات لا أتكلم عن المضمون نتكلم من ناحية الاقتباسات والاستشهادات. عندنا في الـ API عندنا نوعين من السيتاسيون عندنا لا سيتاسيون ديريكت وعندنا البارافريز هكا بون كي نجي نقرا في المحتوى تاع الاطروحه تاعك يعني مشيت بنفس الطريقه المستخدمه في معايير الافناخ
فقط الاختلاف انه حطيت لنا الاستشهاد تاعك في المتن بدل نهايه الصفحه، لانه علاش في الاي بي اي يختلف طريقه استخدام الاستشهادات. مثلا نقول يعني كما تكلمت على حشمة قاسم، يقول حشمة قاسم في كذا ونحط انت طول عرفت مثلا المكتبة الجامعية من بعد في نقطة قوسين حشمة قاسم صفحة كذا، نفس طريقة معايير الأفناق. وهذا لا، لازم مدام قررت أني نخدم بمعايير الـ API لابد أن أتقيد بكل قواعد اللي نخدم بها في التوثيق العلمي داخل الـ API، وهذه منها لما تهز التعريف كما هو شكلا ومضمونا بين مزدوجتين، أو كما في البارافريز وين نقدر نبدل يعني إعادة صياغة بشكل أنك تقدم لصاحب التعريف ولا صاحب بهذه الطريقة. شوية أنا كي شفت المحتوى خدمت وكأنه أفناه، كما قلت الاختلاف فقط أنه الاستشهاد كان في المتن بدل ما يكون في نهاية الصفحة. لما هنايا في اسمح لي برك لما نزيد نرجع لقائمة المحتويات، لما يكون نخدم بمؤلفين أو أكثر لمؤلف واحد، كما عندك أنت يا هنايا ربحي عليان، أعطوه ذلك ربحي عليان، نعم، يروح للمرجع تاعك. لا، عبد الهادي محمد فتحي عبد الهادي، مرجع رقم 31 ومرجع رقم 32. في معايير الـ API تقول بأنه إذا كان عندنا أو استشهدنا بأكثر من مرجع لمؤلف واحد، لابد وأن يسبق المؤلف الأقدم هو اللي يكون في المرتبة الأولى، وليس العكس. يعني ترتب المراجع إذا كانت لنفس المؤلف من الأقدم إلى الأحدث. النقطة الثانية، لما نكون استخدمنا أكثر من مرجع واحد لمؤلف واحد وبطبعات مختلفة، مثلا أنا خدمت مثلا أني شفتها هنا في قائمة المراجع تاعتي في المنظمة ربحي عليان، هكذا المرتبات المتخصصة ومراكز لما نستخدم مرجعين لمؤلف واحد ويكونوا في نفس التاريخ، مثلا 2013 وعندي ربحي مصطفى عليان 2013 وعندي تاني ربحي مصطفى عليان في هنا، باش نعمل الاختلاف في داخل المتن تاعي في التوثيق نحط 2013 ألف 2013 با، باش هكذا نعمل الفرق. وبلغة أجنبية الأ والبي، ما هكا نعمل باللي أنا خدمت بالمرجع هذاك تاع 2013 اللي يحمل عنوان، أنا لما نزيد له حرف ألف نعرف باللي أو المرجع اللي يحمل ذلك العنوان. هكا ممكن هي قواعد محددة وقواعد واضحة، ليست عشوائية، وهذا اللي يخليها تختلف عن معايير أخرى. نروح لملخص الدراسة. ملخص الدراسة، مرة تتكلم بصيغة المخاطب ومرة تتكلم بصيغة الغائب، تاني أخطاء لغوية لما تقول توصلت الدراسة إلى أن المكتبات الجامعية بالشرق الجزائري لا تتوفر حاليا على جاهزية، هي صعبة لغوية.
نقول المكتبات الجامعية بالشرق الجزائري غير جاهزة في الوقت الحالي. في الوقت الحالي ربما بعد تكون جاهزة. هنا هاد المصطلحات هذوما تعمل فرق. اللي يجي يقرا لك من بعد في الأطروحة غير جاهزة في الوقت الحالي. يعني حتى في الملخص لابد أن تتبع معايير الـ APA. ومعايير الـ APA تقول أين هي التوصيات؟ أين هي مقترحات الدراسة في الملخص؟ يعني لابد وأن تكون لما نستخدم سواء معايير الـ APA ولا معايير الأفنار. الترجمة باللغة الفرنسية يعني هي ترجمة آلية. حاول فقط انك تعاود التصويب ما جاء في الملخص باللغة الفرنسية التصويب اللغوي. يعني نحاول دائما أن نلتقي وفي أعمالنا في أبحاثنا العلمية. حاليا كاينة متوفرة خدمات الترجمة. مبقيناش يعني نتكل ولا ترجمة حتى في الملخص باللغة الإنجليزية. يعني حاولت أني أحط في محطات مغايرة عن تلك التي يعني تفضل بها الزملاء مشكورين حتى لا أطيل. يعني في الأخير يعني كلمة في حق يعني هذا البحث وفي حق الطالب. البحث يعني البحث جيد خاصة أنه كما قلت يعني في نهايته توج بمقترح بخطة أو استراتيجية من شأنها أنها تمهد لإنشاء مشروع شبكة وطنية للتعاون بين المكتبات الجامعية. أتمنى لك التوفيق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وشكرا جزيلا لكم. أحيل الكلمة للسيد رئيس لجنة المناقشة. شكرا. شكرا أستاذة بنضيفة نعيمة على هذه الملاحظات التي أبديتها فيما يتعلق بأطروحة الطالب. أذكر مرة أخرى ضرورة تدوين هذه الملاحظات. الآن رئيس المناقشين وهو الأخير ما عنديش نبغل. سأكون مختصرا إن شاء الله. أتجاوز الكثير من الملاحظات التي قيلت وقد أعيد بعضها تعزيزا للفائدة. أولا قائمة المحتويات في العنصر أو الفصل تحليل التباين تحليل الارتباط نموذج الانحدار في الجدول يعني وين درت نتائج الدراسة على ضوء الفرضية. هذا من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الكثير من الطلبة سواء في مرحلة الماستر أو الدكتوراه. نتائج دراسة على ضوء الفرضيات، نقول الفرضيات على ضوء نتائج دراسة، والله كما درت أنت، أنت تحوش تثبت الفرضية ولا تثبت النتائج؟ نقول الفرضيات، أنت تسعى إلى تأكيد الفرضيات، لأن هذه الفرضيات هي المصدر الأول لإنشاء القوانين العلمية، البديهيات، المسلمات، الحقائق، دونك باش تحول الشيء اللي اعطيتوهن الى حقيقه لابد ان نثبت هذه الفرضيه سواء كانت ايجابيه او سلبيه. دونك نقولوا الفرضيات على ضوء ما تحصلت عليه من نتائج يعني نقرا الفرضيه من خلال نتائج الدراسه. في قائمه المختصرات ماذا بي تعاودها تراجعها بالتنسيق مع الاساتذه المشرفين كاين اخطاء لا تليق بمقام المتخصص في المكتبات مثلا كما ريبيو هذا ريزو ريجيونال انتر بيبليوتيك العربية الشبكة الجهوية الجزائرية ما كانش الجزائرية في الاكرونيم الوطن
يحتاج. يعني لازم الرمز نترجمه كما راه. احنا رانا فاهمينه باللي جزائري، لكن هما داروش ريزو انتر بيبليوتيك يونيفرسيتي، الشبكه الجهويه للمكتبات الجامعيه. كذلك مثلا في ام بي، بي سي ان بروجيسيال دو ماناجمنت دي بيبليوتيك، ماشي بور لا بيبليوتيك. شو تعطيك له تعريف موش ترجمه ل لو اسمو صح. صح. الملاحظه المواليه في المقدمه، مقدم الدراسه الاسلوب اللي كتبت به المقدمه لازم تعاودو، اسلوب ركيك. يعني لو كان نقراو بعض السطور هكذا تكتشف بانه ما فيش ترابط، ومع كثافه الانتاج الفكري نتيجه الفيض الهائل من العلوم ظهرت مشكله التحكم في هذا السيل الجارف من هذا الاخير، كما ان الاستثمار في المعلومه كسلعه يمكن صناعتها والمؤسسات تعمل نفس الديكالاج بالك من وورد لوورد. المهم لازم تراجعوا، لانها صورتك اسمك واسم المشرف راح يظهر في المستقبل في هذه الاطروحه، وبالتالي لابد من ومع ظهور مجتمع المعلومات، ظهور مجتمع المعلومات وكانه شغل معناه التعبير تاعك لازم دير له مراجعه عده سريعه. الملاحظه المواليه كذلك في يعني باقي الفقرات المتبقيه من المقدمه غير المنسجمه، الملاحظه اللي اثرها الزملاء هي المجالات، ان انشاء شراكه تعاونيه بين المكتبات يعتبر الحل الوحيد لكثير من المجالات في المكتبات. المجالات هذه ليس مكانها بهذا الشكل. الملاحظه المواليه صفحه 24، قلت الدراسه الراهنه التي اثارت الجدل، ديجا الدراسه الراهنه هذه اسلوب انشائي، التي اثارت الجدل هو اسلوب اعلامي، دونك ينبغي تجنب هذا الاسلوب. في الصفحه 25 قلت وقد واجهتنا بعض الصعوبات في المقدمه، وقد واجهتنا بعض الصعوبات في دراسه هذا الموضوع، منها كثره الجامعات المصنفه. ما علاقة الجامعات المصنفة بالدراسة تاعك؟ ما فهمتش المصنفة هذه واش معناتها؟ المصنفة المدرجة ولا شغل التابعة للشرق الجزائري ولا التصنيف راه حاجة أخرى، تصنيف الجامعات حاجة أخرى، لكن إذا كانت تقصد الجامعات المنتمية إلى الشرق لازم تغير العبارة لتوحي بهذا المفهوم. في الصفحة كيف في الإطار المنهجي في الصفحة 27 تعبير يعني ومع ظهور التطور التكنولوجي وتعدد وسائل الاتصال أحدث هذا الأخير تأثيرات معتبرة في تزايد وتيرة إنتاج المعلومة وسرعة إنتاجها، وأصبح من الصعب التحكم في غزارة الإنتاج الفكري المستمر، الأمر الذي فرض على المكتبة اقتحام هذه البيئة. تحس شغلك مشتت، شغل عبارة عن معلومات مجزأة مجمعة في مكان واحد. هنا في الصفحة رقم 27 كيف أشار إلى لوسيريست، لازم تعدل الأكرونيم هذا كو غلط. فيه تكرار تحت شراكة أوروبية جزائرية وإشراف ودعم أوروبي. نحي وحدة وخلي وحدة، تحت إشراف ودعم أوروبي مباشرة خلاص. كذلك الإشكال يعني اللي أثاره كذلك الأساتذة في الصفحة 27 أيضا هو الحكم على تجربة ريمي. أنت نقد كلام يقوله الناس في المجالس بشكل شعبوي ودرته في الأطروحة تاعك، تقول وأن هذه التجربة باءت بالفشل كما قال أستاذ منير. لا بد أن تضع، نحن في المكتبات نسموها الإحالات، يا رونفوا واحد في الهامش تاعك، انظر فلان هو اللي قال، فلان هما اللي قالوا اللي فاشله. اذا كان انت عندك القدره باش تثبت بانها فاشله لازم تقول لنا المعطيات
لأنه كما يقول توماس إديسون نتعلم من الفشل أكثر من نتعلم من النجاح. وأنت التجربة تجربي لم يعني تستغلها بطريقة أنه تفيدك في الموضوع تاعك. ماذا أو ما هي الضمانات اللي تعطيها لنا اليوم أنه هذه الشبكة التعاونية اللي راك تقترحها لا تقع في نفس أخطاء شبكة ريبيت؟ حتى أنا في الإجابة النظرية في التعريف بالمتغيرات الوصفية للأطروحة تاعك لم تذكر أسباب فشل هذه التجربة. لم تذكر ولا الإحالة إلى مصادر معينة تفهمنا بأنها التجربة فاشلة. كي تروح تحكي مع الناس اللي يخدموا قالك ما فشلناش، أنتم ما كملتوش. أنا قالها لي واحد قالك حنا ما فشلناش، حنا أون في نوتر دوفوار خدمنا، خلاص المرحلة تاعنا، خلاص التمويل، خلاص الدعم هذاك، الآن أنتم لازم تبدأ. وعلاه ما بديتوش أنتم؟ دونك الحكم بالفشل يظهر لي من الناحية العلمية يعني هي ظاهرة عامة في الأطروحة تاعك. الأحكام الحدية هذه من سلبيات العمل الأكاديمي، لا تطلب أحكام حدية إلا إذا كان عندك دليل. لا توجد، غياب، كذا، حاول تستخدم أحكام حدية مخففة. هناك ضعف، هناك ضعف في الاستعداد، هناك قلة موارد، هناك نقص في كذا، هناك بعض النقص في الموارد البشري. متقولش نقص الكفاءات أو ضعف الكفاءات أو انعدام الكفاءة. الأحكام الحدية المطلقة لا يمكن إطلاقها إلا إذا كان عندك دليل، سواء دراسة سابقة، حقيقة علمية، دراسة مسبقة، إلى غير ذلك من الأشياء. نروح إلى الملاحظة الموالية. قلنا تعديل الرمز تعديسي للسؤالين. حتى في السؤال الرئيسي أو التساؤل الرئيسي العام لإشكالية في الصفحة رقم 28، ما واقع التعاون بين المكتبات الجامعية؟ اسمع لي الدراسة تاعك. توصفنا الواقع وما تقول وما مدى جاهزيتها. شكون؟ شو اللغويين ثقيلة، احنا فهمنا واش راك تقصد المكتبات، لكن ثقيلة. ومدى جاهزيتها يحتاج إلى أن تذكر المتغير المستقل والمتغير التابع. التساؤل الرئيسي تاعك ثقيل في الصيام. في الصفحة رقم 31، يعتبر منهج الدراسة هو الأسلوب أو الطريقة الذي تتبعه الدراسة. هل تتبعه الدراسة أم يتبعه الباحث؟ أنت واش رأيك؟ باحث من عندنا. ملاحظة موالية صفحة رقم 38، في المفاهيم اللي عطيتها لنا، هل هي مفاهيم إجرائية أم اصطلاحية؟ والمفاهيم الإجرائية، المفاهيم الإجرائية إذا ذكرناها كما قالوا الأساتذة، إذا ذكرناها في الوصف النظري، في الفصول النظرية، ما عنديش تحديد المصطلحات، أنا أحددها. نحدد المصطلح قدر ما يكونش في الفصل كاع. كما يقول عمار بوحوش، نحدد المفاهيم في ثلاث حالات. كي يكون المصطلح غامض غير مفهوم، لما يكون المصطلح عنده مفاهيم متعددة أو فهوم متعددة، قد يكون مصطلح جديد. ثلاثة، لما يكون مصطلح جديد. هنا لازم نحدد المصطلح. واش نقصد أنا كي نقول تحديد المصطلح؟ موش كيما عرفوا المونير ولا عرفوا شاشة، واش نحبوا أنا الجاهزية هذه واش كيف أفهمها باهي؟ معناها تقول أيها القارئ، نحن القراء تاع العمل تاعك، ما تفهموش الجاهزية اللي قريتوها عند قنديل جي ولا شحال واحد أخر. الجاهزية نقصد بها كذا وكذا. وبالتالي الأطروحة تاعك نفهموها وفق تحديدها للمصطلح، وإلا لا حاجة لتحديد المصطلح إذا كانت تعتمد على مفاهيم تاع ناس واحد أخرين. لازم أنت تعطي المفهوم تاعك أنت كما قالت الأستاذ نظيف من خلال الخبرة تاعك المعرفية، لازم تعطينا المصطلح أنت واش راك تقصد به؟ جاهزية، واش تقصد بالشبكة؟ واش تقصد بالتعاون؟ التعاون على مستوى الخدمات الفنية، التعاون على مستوى خدمة محددة، التعاون على مستوى كنظام ككل، كنظام معلومات المكتبة، كنظام معلومات إلى غير ذلك. أنا قلت كما أشار الأساتذة، قلت وهي رسالة، المكتبة هي رسالة. علاش أنا المكتبة هي رسالة؟
مهمتها خدمة التعليم الجامعي. الرسالة تدخل قولوا مولا هيئة إطار فضاء ما بيش يعني مش رسالة. هنا في الصفحة رقم 44 كما أشار الأستاذ حمزة في نشأة تطور المكتبات الجامعية لم تعرف، احنا قلنا هذه مشكلة تاعك عامة في الأطروحة، لم تعرف الجزائر هذا النوع من المكتبات. في السطر اللي بعده أما ظهور المكتبات الجامعية مر بعدة مراحل. ما فهمش أنا، لم تعرف الجزائر هذا النوع من المكتبات إلا بعد مثلا فترة زمنية، وهذه بعد هذه الفترة هاو كيفاش تطور. مش كاين تناقض في الكلام تاعك. هنا في الصفحة رقم 46 أنواع المكتبات الجامعية. المكتبات المركزية هل هذه أنواع أم أشكال؟ هل هي أنواع؟ هل مكتبة الكلية نوع أم شكل؟ صح. وما تقولنا كاين مكتبات اسمها مكتبات المخابر، أنا جامي شفتهم. أنت شفتهم؟ مكتبات المخابر. لازم ندير جملة هكذا ما بيش يعني القراءة النقدية المتخصصة بيش يعني في التعريف تاعك وراهم المكتبات تاع المخابر، المكتبات اللي راهي يسموها مكتبات راهي هنا في نفس الصفحة خدمات المكتبات الجامعية. أنا نشوف تقسيم هذا الروتيني خدمات فنية غير مباشرة فنية وغير فنية. أحسن تقسيم للخدمات المكتبة الجامعية وغيرها من المكتبات الأخرى هو تقسيم أو نموذج كريستين أوندورف في التسعينات وقديم. خدمات القاعدية لي سيرفيس دو باز، الخدمات الإضافية لي سيرفيس كومبليمونتير، والخدمات التكنولوجية. سي تري لوجيك. الإعارة في المكتبة فيها مخطوطات مش خدمة قاعدية، قد تكون خدمة إضافية. في المكتبة الجامعية خدمة قاعدية هي الإعارة، قد تكون هي خدمة البث الانتقائي هي خدمة قاعدية، وكاين خدمات إضافية نزيدوها، وكاين خدمات لازم تتحول تدريجيا، خدمات تكنولوجية. أنا نشوف هو هذا رأيي، يبقى أحسن يعني تقسيم للخدمات. في الصفحة رقم 48 الخدمات يعني تقول الخدمات تعتبر في الصفحة رقم 48 خدمة توفير المواد المكتبية، خدمة توفير المواد المكتبية. كاين بزاف مصطلحات وراه مصطلح اللي نستخدموه. المواد المكتبية، مصادر المعلومات، المعلومات، المجموعات، مقتنيات. أنا شوف المواد المكتبية هذه بانست كيفاش نقولوا مصطلح فات عليه الزمن ولا شي حاجة منها. تحدثوا على مصادر المعلومات أو المعلومة في حد ذاتها، المعلومة مباشرة مجردة من الوعاء، خاصة في البيئة الرقمية. في البيئة الرقمية لم يبقى الحديث عن المصادر، يبقى على الوعاء لو سيبور المعلومة. عطيني لانفورماسيون. كذلك في المصطلحات استخدمت مصطلحات قديمة، التزويد. احنا على بالنا التزويد لاكيزيسيون، احنا ما نستخدموش التزويد، نستخدموا بناء المجموعات، تنمية المجموعات. التزويد هذا مصطلح تاع السبعينات. قريب انتهي ان شاء الله. هذه اسمها في الإعلام والاتصال نظرية ويليام ستيفنسون، نظرية الإمتاع. اش ما ديكوتيش انا غير بالكاف. في الصفحة رقم 52 تسيير المواقع، الموقع الإلكتروني للمكتبة. هل تسيير الموقع ولا تسيير الصفحة؟ هل المكتبات الجامعية عندها مواقع؟ وكاين أطروحة هضرت عن المواقع الإلكترونية في نهاية الدراسة، وصلت إلى أن المكتبات الجامعية 90% 91% بإشراف بن سب، نسيت شكون الطالبة هذه، 91% المكتبات الجامعية لا تملك موقع إلكتروني. المكتبات الجامعية اللي موجودة تملك صفحات في موقع الجامعة، وهذا شيء مغاير يعني.
في الصفحة رقم 59 يعرف هذا العصر بعصر انفجار المعارف. احنا كنا نسموه انفجار المعلومات، دوك تسميته انفجار المعارف. دوك لازم تأكدنا هل هو انفجار المعلومات ام انفجار المعارف باش تكون اللغة تاعك صحيحة. ومع الصفحة رقم 60 دوافع التعاون بين المكتبات الجامعية تقول تضخم الإنتاج الفكري وارتفاع الأسعار مع مبادرة الوصول الحر الأوبن أكسس لم يبقى لإشكال الأسعار، لم يبقى للأسعار إشكال، بالعكس لأنه الآن الباحثين ما نقولوش في العلوم الإنسانية، باسكو في العلوم الإنسانية شغل يكتب ويخبي، بصح في العلوم التقنية علاش ظهرت المستودعات الرقمية؟ لأنه حركة النشر بطيئة في النشر التقليدي، وبالتالي لأنه في المستودعات هذه الرقمية يعطيك بالساعة بالثانية وقت حطيت الإنجاز تاعك حتى تحميه كما تقول المقاربة الرقمية لحماية الحقوق الفكرية. أفضل حماية للمعلومة هي نشرها، هي إتاحتها. غدو واحد يلقى اختراع، أحسن وسيلة لحماية الاختراع تاعو أنه ينشره ويقراه الناس، هذا تاع فلان، مابقاش تاع التخبية. الآن مع إشكالية السعر غير مطروحة، إشكالية السعر غير مطروحة، وبالتالي المجموعات أو قواعد البيانات الموجودة بالوصول الحر يعني ما تكملهاش. دونك موش يعني تضخم واسمه الارتفاع الاسعار ليس دافعا من اجل دافعا مباشرا من اجل التعاون. نروح للجواز تاع الاسلوب في الفقره في 61 صفحه 61 تذكر فقره في استخدام المصادر الالكترونيه المتاحه التي طورت من قدراتهم، وبعد نلقى دي بوان ما فهمش هذا البوان شنو هو. الصفحة رقم 61 تنوع احتياجات المستفيدين، واش العلاقة تاع الفقرة مع هذوك لي كات بوان اللي درتهم من تحت. الصفحة 61 في البي دي اف في الورقي الصفحة 39 في الأطروحة 39 هادوك لي بوان واش معلقة تاعهم؟ واش ما محلهم من الإعراب؟ في الصفحة رقم 62 في البي دي اف 62 باسكو أنا نخدم بالحاسوب، دونك شوف الصفحة 62 أو كاين عندك في التحت، في التحت راك تشوف الصفحة 62. وذكر بالي دونيس القاعدة في الأمانة العلمية يذكر المؤلف بلغة الباحث، نترجمه للعربية بالي دونيس، وما ندير له واحد والله انت درت بالابيا دير له في التهميش تاعو مع القائمة كذا تكتب الاسم تاعو الكامل. كل المؤلفين او كل الاسماء الاعلام التي تذكر لابد ان تترجم الى لغة الباحث. واحد يحب يفهم لو نون دو اوريجين والله اللغه الاصليه تاع الكلمه هذا راه يروح للتهميش يلقى المصدر مباشره، معناها ما لازمش نرجعوها شغل ان كوكتيل شويه بالعربيه شويه باللغات الاجنبيه. هنايا في الصفحه رقم 63 ذكرتنا ارابيك وورد اونلاين، في حين انك انت درتنا قائمه المختصرات في البدايه كنت قادر في الصفحه رقم 63 تاع البي دي اف الصفحه الاولى في الفقره الاولى دير لي الرمز مادام درت قائمه مختصره، علاش ما تستخدم لو ديفلوبمون تاع الكرولي في الـ في الـ في الـ في التكست انتيغرام صح. هنايا في نروح للصفحه 104 بدايه مشروع ليبي في الجزائر ترجمة قلنا غير صحيحة وتعني الشبكة داخل العربية الفوق في الاختصارات ترجمتها صحيحة العربية زائد الجزائري هذيك خاطي، ولكن هنا وتعني الشبكة داخل المكتبات الجامعية ما بين المكتبات الجامعية ماشي داخل انتر بمعنى ما بين المكتبات الجامعية. الملاحظة التي ذكرتها قبيلة أنه في المشروع بيبي لم تذكر أسباب الفشل أو نتائجه النهائية.
هنايا في الصفحه رقم 113 عفوا خطا في الترجمه من سيسيدي ديزاد من موقع دار الفهرس مؤسسات المشتركه في الفهرس الجزائري المشترك المكتبات الجامعيه 93 مكتبه المكتبات المدرسيه. انا فرحت كي لقيت المكتبات المدرسيه باسكو عندي مشروع المكتبات المدرسيه. هي ماهيش المكتبات المدرسيه دي زيكول مكتبات المدارس ماشي المدرسيه دي زيكول سوبيريور ولا ناسيونال مكتبات المدارس. نفس تقريبا الخطا في الترجمه في شبكه ايران مدارس اعداديه سي دي زيكول بريباراتوار مدارس تحضيريه تابعة لوزارة التعليم وليس مدارس إعدادية معنا لي بريمير بدا الترجمة تاعها دونك لازم تحصح. واش راح نقول هنايا في الصفحة رقم 118 ترجمة أيضا غير صحيحة بوابة المكتبات الجزائرية بيبليو أونيف. هذه البوابة اسمها بيبليو أونيف واش معناتها؟ هي بوابة المكتبات الجامعية الجزائرية هي التسمية تاعها صحيحة لو بورتاي دي بيبليوتيك يونيفرسيتير الجيريان. هذه التسميه لازم تقيد بالترجمه الصحيحه لمثل هذه الكلمات الداله صح. هنا في الصفحه رقم 125 ادوات وطرق قياس الجاهزيه. انا شفت لو كان استخدمت هذاك اداه القياس تاع الاخر اسمه فيكتوري لو كان اعتمدت عليه في بناء الاستيلاء يكون جاك سهل يكون جاك سهل اعطاك المؤشرات وراه ممكن تجاوب هايلي نموذج ا فيكتوري القدرات تكون عندك اسئله حول القدرات اسئله حول القدرات اسئله حول حتى انه هنا المعلومات ترجمتها هو ايديا ان انجلش ايديا معناه الافكار وليس المعلومات. الترجمه ديجا راهي غلطه هنايا دونك عندك المؤشرات اللي يعطيهم لك القدرات القيم الافكار ظروف العمل التوقيت الالتزام المقاومه للتغيير والخضوع او التقبل للتغيير. دونك هذو هما المؤشرات اللي كنت قادر تسوي بها اسئله الاستبيان تاعك وتطبق هذا النموذج في قياس الجاهزيه تاعك. مادام ذكرت مجموعه من النماذج كنت قادر تطبق نموذج هذا من شفته يعني من النماذج يعني المليحه قدرت كانت تعاونك في لكن يمكن استدراك هذا الاسبوع ندونتها بعد في ملاحظه يمكن استدراك هذه النقائص من خلال المشاريع المستقبليه تاع المقالات تاعك تاع النشر. معناتها تحاول من خلال تعاود تقيس هذه الجاهزيه معناها انت الان راك رسمت المسار تاعك العلمي والبحثي حاول تزيد تتعمق تطبق نموذج مثلا هذا ا فيكتوري مثلا تطبقه في قياس الجاهزيات تروح مثلا اعطيت لك مثلا العلاقه بين شبكه الجامعيه شبكه المكتبات الجامعيه الوسط ريبي وعلاقتها بمشاريع التعاون المستقبليه تقدر تستغل المقابله اللي درتها مع رؤساء او مدراء او المحافظين الرئيسيين للمكتبات المركزيه باش تدير على منهج ديفي على نموذج ديفي تحاول تدير دي بريسبكتيف معناها في المستقبل كيفاش راهم يشوفوا الشبكه هذه باش تنجح لان الاغلبيه تاعهم خاصه تاع الوسط انت درتها في الشرق نصح في الوسط قد يعطيوك خبره لانهم هما كانوا اعضاء في مشروع ريبي يقدر يعطيو لك افكار جد هامه في مدى امكانيه انشاء الشبكه في المستقبل وتصحح هذا المسألة. وهذا هو البحث العلمي لا يتوقف كما قال الاستاذ المنير لا يتوقف هنا بعد مناقشه الاطروحه وانما هي انطلاقه لمشاريع اخرى. في الحدود الموضوعية في الصفحة 165 ما ذكرتناش الحدود الموضوعية ذكرتنا عنوان الأطروحة كيقولوا الحد الموضوعي معناها احنا في احنا في في, في, في اللغة التوثيقية يقولوا رأس الموضوع. ما هو رأس الموضوع اللي قادر الموضوع تاعك يدخل فيه وين يدخل؟ فهمت علاش العنوان هو العنوان كيقول الحدود الموضوعيه معناها المجالات او الابعاد في الاشياء في المنهج اسمه الابعاد ابعاد الاشكاليه ابعاد المشكله وين الموضوع ذا يقدر يلامس مواضيع واحد اخرين
دونك هنا ما ذكرتناش الحد ولا الحدود الموضوعيه، وبالتالي لازم تعاود تجتهد كيفاش تعاود الصياغه بتحديد هذا الموضوع. الصفحه رقم 168 راني نشوف مليح 168 في عين الدراسه ذكروا زملاء بعض الملاحظات، لكن ما فهمتش هذه الملاحظه القصديه هذه كيفاش تفهموها. حنا كل واحد كيروح يسند في دراهم يقول لك انا قصدتك، واش معناته؟ معناها ما راهش عند وحده، معناها المعلومات اللي راح يجمعها الانسان او البيانات اللي راح يجمعها الانسان غير موجوده في مكان اخر. لا دونك العين القصديه هي العين التي تعطيك المعلومات المناسبه للموضوع تاعك ولا يمكن ايجادها بشكل افضل في مكان اخر، هذه العين القصديه. لكن العين التي هي عين مسحيه كما اشار اليها الاستاذ. في المقابله، اداه المقابله كما قال الاستاذ لم نجد لها اثرا في الدراسه تاعك. المقابله في المنهج يمكن نديروها لما نطبقوا الاداه الرئيسيه، وهذه هي رساله ملاحظه لي كل باقي الزملاء. لما ندير الاستبيان تاعي وزعت الاستبيان درت له التحليل لقيت نتائج كما قال الاستاذ فارس، كي نسقسي نقول له انت راك واعي، يقول بيان سور ما كاينش لي واعي كيما خير مني انا، دونك يعطيك قيمه ايجابيه. ومن بعد كي تسقسي تقول له مثلا كاين امكانيات المكتب، يقول لك ما كاينش قدم. هنا كي نخرج بالنتائج هنا باش نتاكد قياس الصدق وثبات الاستبيان، هنا كي ندير مقابله نروح عند مدير المدرسه مدير المكتب او محافظ المكتب اللي درت معاه مقابله، نقول له بناء على النتائج اللي تحصلت عليها من الخدامين تاعك يقولوا باللي كذا وكذا، واش رايك انت؟ كيفاش تجاوب؟ كيفاش تصحح الموقف هذا؟ هنا اسمها القراءه النقديه، تولي تحكم او تحكم المعلومات اللي جمعتها والبيانات اللي جمعتها عن طريق الاستبيان. حنا نديرو كلش ضربه واحده ومن بعد نحيرو ونحطوهم. هي الاداه الرئيسيه هي اللي نخدموها بعد القيام بالتحليل، ظهرنا العيوب والنقائص من خلال اداه المقابله، راح نستخدم المقابله مع الانسان المناسب. وانا نقول لك وعلاه مثلا ما درتش مقابله مع ممثل في وزاره التعليم العالي؟ هل هناك جاهزيه سياسيه اراده سياسيه؟ علاه ما درتش مقابله مع ما عرفتش كان درتها مع مدير سيريست او واحد في السيريست؟ باسكو هو لو شابوطاج، هو اللي راح يقترع يبادر يعني بالطريقه، باسكو المشاريع اللي ذكرتها كامل لو سي سي ديزال البي ان اس تي مجموعه المشاريع هي بقيادة لو سيريست المركز الوطني للاعلام العلمي والتقني. دونك هنا تدخل المقابله تاعك ومع تقول قلت صدمت الملاحظه، وهذا خطا يعني. شوف اسمع، شوف الملاحظه على حساب جرافيتس مادلين جرافيتس، قلت الملاحظه نستخدمها مع البشر مع الكائن الحي، مش البشر الكائن الحي، انسان عنده حياته لاحظ السلوك تاعه لاحظ كذا. اما الاشياء والجمادات نستخدموا لا كونسلتاسيون المعاينه، لا كونسلتاسيون سور بلاس معينه، رحت شفت قاعد يحكي ويقول لك واش رايك في قاعة المناقشات تاع جامعة كالما؟ شابة ما نقولش صدمت الملاحظة معينة، لا كونيسيون درنا المناقشة في داتاشو مشات، داتاشو مشات، كراسة نضاف، هذه هي معينة لا كونسلتاسيون معناها تثبت من دونك الملاحظة بالشيء اللي كتبت غير صحيح منهجيا. بالتالي هنا في الصفحه رقم باش تاكيد لملاحظه سابقه في الصفحه 211 اللي قلت لك كل الاسئله اللي مرتبطه بالمكتبيه في الصفحه 211 يعني في نتائج الجدول الجدول الاول هذاك، شوف كل العبارات اللي عندها علاقه بالعمال بالمكتبيين كانت ايجابيه، وهنا تفيق باللي المبحوث اعطاك اجابات خاطئه. مبحوث ماشي انت اللي غلط، المبحوث كذب عليك ما عطاكش اجابه حقيقيه. لو كان ناخذ النتائج تاع الدراسه تاعك وغدوه نقول لك راح نبداو قد نغلطوا، ترى انا كيما يريدوا من بعد نغلطوا باسكو المبحوث ما عطاش اجابه، يقول لك واعي. لو كان تعطي له مثلا لوجيسيال في اطار تاعو بالك ما سمعش به، ما عرفش تقنيه الابحار تقنيه
هو يقدم لك اجابات وانت تقوم بالدراسه تاعك. دونك الباحث لازم ما يكونش نيه كما نقولوا حنا بالدارجه. شوف الباحث اللي ما عندوش القدرات النقديه يسمع يسمع يحتار يدير مقابله يدير استبيان، ما لازم يخدم خدمته هو باسكو في التحليل. واللي ما شفناش ماشي عندك برك في كامل الاطروحات او الاطاريح التحليل عندك كاين ثلاث انواع تاع التحليل. شوف روح تقرا المادلين جرافيتس تلقاها ثلاث انواع تاع التحليل. تحليل على حساب العينه قال من خلال الجدول الفلاني يتبين بان العينه واعيه اذا كان خاصه اذا كان بالدرجه جدول المركبه مثلا الناس اللي عندهم رتبه مثلا محافظ رئيسي عندهم وعي جيد بالنسبة للشبكة التعاونية إلى آخره. في التحليل دونك التحليل على حساب العينة واش عطاولي، ثم التحليل على حساب الدراسات السابقة تستخدم الدراسات السابقة ما سمعناهاش. كي تقول لي مثلا بعد النتائج هذيك جات مثلا بنسبة معينة مقارنة بالدراسة الفلانية اللي قال كذا لقينا باللي العكس، ولو لقيناهم متقارب معليش ماهوش بالضبط هو العكس، لقيناهم متقاربين حاجة مليحة، مع الدراسة واحدة أخرى لقيناهم متقاربين حاجة مليحة، بصح لقيت أنا النتائج تاعي والنتائج تاع الدراسة الأخرى لقيتهم متناقضين، كاين إشكال. هنا نروحوا للتحليل الثالث، واش رأيك أنت؟ وهذا ما يخالف من وجهة نظر الباحث كذا، ربما الدراسة السابقة غلطت، ربما لكن الدراسة تاعي دافع الدراسة تاعي نبحث عن الصواب، نبحث عن الصواب من خلال عملية التحليل باش تكون الدراسة تاعك ذات قيمة علمية. أتجاوز الملاحظتين تاع الأحكام الحدية، لا توجد عدل، لا توجد لا توجد نقص أغلب المقومات اللازمة إلى صح. قريبا سأنتهي. صح في مقترحات الدراسة العمل على إنشاء تصور نصوص قانونية تجبر، هذا مش لغة تاع بحث أكاديمي، احنا نقترحوا ما عندنا حتى سلطة تاع التوصية تاع الفرض، ما نقولش تجبر، تساعد تدعو تمكن المكتبات الجامعية على التشارك إلى غير ذلك. ما عندناش هنا في الأسس العامة للشبكة التعاونية المقترحة، وبشكل عام الرؤية تاعك وتسميتها رؤية، اقتراح رؤية، اون فيزيون، وسميتها معالم خطة، معالم خطة، لي كرون زاكس، باسكو كي نقراو ساعة تقول لي مثلا كما في تقسيم الأدوار تقول لي مثلا الجامعة الفلانية دير كذا وكذا، في بعض الأحيان تقول لي لابد من توفير الكادر البشري. راح تقترح لي انت على بالي بلي درست قريتها بلي الكادر البشري ناقص، اعطيني الاليه كيفاش ما هو الكادر اللي راك تشوفه انت يقدر ينجح لي في شبكه تعاونيه. لازم تروح ديري نحتاج كما درتها، نحتاج مثلا بي سي يكون كذا وكذا، نحتاج شبكه لازم تكون لا ريفيرونس كذا وكذا، نحتاج واحد متخصص في علم الكتابات يعرف كذا وكذا، نحتاج واحد في علم الاليه يعرف كذا وكذا، نحتاج واحد في علم الاجتماع يعرف كذا وكذا، نعرف وهكذا، نحتاج تمويل قدره كذا وكذا، نحتاج الآلية تاع ضمان التمويل لازم يكون بهذه الطريقة. هذه هي المعالم تقترحها دوك انت، هي فيها أشياء إيجابية داخل الاقتراح تاعك لكن يبان لي ناقص فضفاء عام، شغل عام نقول نديوه نحن نعطيه لمتخذ القرار، لأن المشكلة تاعنا في الجزائر شنو هي؟ اللي عنده المعلومة ما عندوش سلطة اتخاذ القرار، واللي عنده سلطة اتخاذ القرار قادر ما تكونش عنده وقادر تكون عنده غلطه، كما نكتبوا حنا في الكثير من المنشورات نعطي له معلومه غلطه بعد يقول لك انتم ما قلتوها، والله هو ما يقراش. حنا نقولوا في المكتبه هذه الجامعيه تاع كلمه المئات من الاطاريح او المكتبه اللي حد ذاتها ما تقراهمش، اللي فيها اقتراحات على المكتبه ان تقوم بكذا والله ما تقراهم الا اذا استثناء خلاف التجربه. هنايا نفس الصفحة رقم 264 تقول يجب أن تمول الشبكة التعاونية بطريقة مركزية من خلال تحديد أحد المكتبات لهذه المهمة، ولا أنت لازم تحدد، أنت عندك المعطيات، عندك المعطيات وراهي المكتبة اللي لازم تحدد إلى آخره، وذكرتها والله أعلم ذكرتها في لاحقا.
تمويل عن طريق الجامعة، وحسب رأينا، مش حسب رأينا، حسب رأي الباحث. أنت رأيك عبك شو أنت؟ أنت باهي تحكي تقول على حسب الباحث، هو متخصص في علم المكتبات، تخصص كذا وكذا، تقولش حسب رأينا، حسب رأي الباحث. وفشل فهم هذه ملاحظة ذكرناها. قولي خمس ملاحظات صغار. الصفحة رقم 280، عنوان الشبكة، الشبكة الإقليمية للمكتبات الجامعية بالشرق الجزائري. إقليمية راك متأكد؟ إقليمية، عما كنا إقليمية، تونس، ليبيا، المغرب، ريجيونال، جهوية، الشبكة الجهوية للمكتبات الجامعية بالشرق الجزائري وليس الشبكة الإقليمية. إن إنجليش راهي صحيحة، مع ربما قدرت كما مثلا نتورك اوف يونيفرسيتي لايبريز، قدرت تبدا بلايبريز قبل يونيفرسيتي كما اشار اليها الاستاذ شاشه. ربما تكون اسمه شو فاش في مناقشات الخلفيه وكيس. هنا من الناحيه اللغويه في الخاتمه صفحه 283، في اللغويه الخاتمه تجي معرفه والمقدمه تجي نكره، اما كان لانه المقدمه هو مدخل، كل الناس تدخل الى نفس الموضوع بمداخل متعدده، لكن اذا دخلت من المدخل لازم نخرج بنتيجه موحده. الخاتمه لازم تكون معرفه، الخاتمه مقدمه، مقدمه لانه مدخل يكون بزاف مداخل الى نفس الموضوع نناقشوه من زوايا مختلفه، لكن اذا كان دخلنا من مدخل النتائج راح تكون الخاتمه تاعك حقيره زواليه، فقيرة جدا، لا تعكس المجهود الذي بذلته. ما نشوفش الحجم، المعلومات اللي ذكرتها لا تعبر عن المجهود اللي بذلته. ونعرفوك لو كان جينا، لو كان جيت انت راك في جامعه اخرى، حنا جينا ضياف نقولوا بالك ما نعرفوكش، نعرفوك. المجهود اللي درته لا يعبر، لا تعبر عنه الخاتمه التي، سواء من ناحيه الشكليه عدد الصفحات او من ناحيه الافكار اللي ذكرتهم ذا. بك الخاتمة المنهجية كما يقول بوحوش، كاين ثلاث حوايج عمار بوحوش يقول لك لازم في المقدمة ثلاث أشياء. الفكرة الرئيسية اللي هي الفرضية العامة، واش رايك؟ جاهزة مش جاهزة؟ وتمد التبرير تاع العينة، وتمد التبرير تاعك أو نقد التبرير تاع العينة. قال غير جاهزة بناء على كذا كذا، وهذا ما لاحظه الباحث او ما فهمه الباحث، اسمها كما تحب، وهذا ما يوافق قناعات الباحث حول جاهزيتها من الموسم. والنقطه الثالثه تمد المخرج، المخرج الموضوع تاعك كيفاش راح يكبر في المستقبل، وما هي النقاط اللي لازم نسلطوا عليها الضوء نتاع والله الباحثين واحد اخرين، لانه حنا نقراو باللي الخاتمه تاعك قد تكون مدخل الى باحث اخر طويلة البحث. إذا عجبني واحد عندك واحد الشجاعة ولا كيفاش نسميوها في الخاتمة هذه، ليست جاهزة حاليا مليح، وهذا إجابة للأستاذ المضيف الله، يعني في الخاتمة وكتب ليست جاهزة، ليست هذه فور، ليست جاهزة حاليا أكشفعتها، لو كان ما درتش حاليا لو كان درتها من بعد سيرة وما تفرش. في السطر في نفس الفقرة تقول إلا أن المؤشرات الأخرى لا تؤهلها لإنشاء شبكة، غير كاين ناس تتعب لكن ليس بيدها سلطة اتخاذ القرار، وبالتالي لازم تحوس على كلمة هذاك السيد تخبى تحت الكلمة هذه، عمال كيقراها قادر يجيب اللي كان هو يبكي يقول حقرونا الباحثين في علم الكتابات، ها؟ ونجيبوها خليها على روحك. صح، بقات لي ثلاث ملاحظات، خلاص خلاص هم نفسهم نفسهم اللي كل يوم هذوك يخرجوا ضربة واحدة هما نفسهم. يا خلاص وأكون قد خدع وقال لك خلاص. إذا النصيحة تاعي لك باعتبار أن
هذه الأطروحة ليست محطة نهاية وإنما هي بالمفهوم العلمي بالمفهوم الجزائري لا تؤاخذنا بما نقول، لا تؤاخذنا بما نقول. الواقع الجزائري للأسف الشديد هو نقطة نهاية ونقطة وصول استناري بالفرنسية استناري استناري بيس تريح تنزل، ولكن من الناحية العلمية هي من محطة انطلاق بالنسبة لتكوين شخصية البعث. وأنا ننصحك باسكو راك راح التأهيل راح البروفيسور إن شاء الله عليك تطلبي، لازم تركز على المجال تاع الأطروحة تاعك، حاول تبقى في نفس الرواق ما تزيكزاكيش ما تروح ليها كنها. هذه نصيحة مجرد من عرض الأساتذة راه يوفقوني فيها. شوف بقى في الرواق هذا تاع الجاهزية تاع المكتبات الجامعية تاع الاستعداد تاع الخطة المستقبلية تاع التنظير للمستقبل كيف تجاوز العقبات. راح يجي الوقت كي نحبوا نسقسي واحد في الجاهزية قال عندنا واحد شكون هو ما فاهم باهي وهو باهي هو باهي ديجا دورجين باهي، ونلقاو بلي عندنا واحد اسمه باهي وباهي في كل شيء يفتينا في الجاهزية، يعرف النماذج، يعرف العلماء او المؤلفين او الاشخاص المتخصصين في هذا المجال، يعرف شكون الناس اللي نقدروا نسقسيوهم الخبراء يعرف. دوك المشكلة حنا دوك في الجزائر نعرفوا كلش نعرف كل شيء ولا نستطيع القيام بشيء. دوك لو كان ديفو يعيطوني يقول لك راه حبيت ندير مكتبة نقول له والله ما على بالي كيفاش تبداها، شنو نعرفوا كلش بصح العمل هكذا محدد باش تقدر تخدمه كما لازم. دوك نصيحة الأخطاء التي وقعنا نحن فيها نتمنى أن نستدركها في إخواننا وطلباتنا في مرحلة الدكتوراه. إذا هذا ما أردت قوله، وأتمنى أن يكون صدرك قد اتسع خاصة مع هذا الحر الشديد والسفر من الأغواط إلى بيت جنة. إن شاء الله ربي يجعلها لك ميزان الحسنات، وجعلها في ميزان حسنات الوالدين والأساتذة اللي قرروك وكل الناس وكل واحد عنده له فضل عليك، إن شاء الله ربي يجازيه بالعمل العلمي اللي أنجزته. إذا وبهذا أكون قد انتهى دوري كمناقش أو رئيس المناقشين. الآن كما جاء بروتوكول المناقشة راح نعطيك فرصة للإجابة على الملاحظات اللي راح تعدلهم بيني. إذا فيه سؤال، إذا فيه حاجة مقتنع بها الأستاذ عارضك فيها وأنت ماكش مقتنع بها، عندك الحق تدافع، تدافع الفكرة تاعك وتعطي الدليل تاعك، أما إذا كانت راك موافق فلا حاجة إلى مناقشة هذه النقاط. ثم بعد ذلك نحيل الكلمة مرة أخرى للأستاذين المشرفين اللي ربما قد يجيبوا على بعض الأسئلة أو الملاحظات لشبههما ثاني، قد يكون وجهة نظرهم تكون صحيحة أيضا. ثم بعد ذلك ننصرف إلى المداولات السريعة. تفضل سيداي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بالنسبة للملاحظات المقدمة أشكر جميع الأساتذة المناقشين على كل الملاحظات، سنأخذها إن شاء الله في بعين الاعتبار. بالنسبة للأستاذ حمزة منير، سؤال المكتبات المركزية لماذا تم يعني استخدام المكتبات الكلية؟ أنا ذكرت في الاستبيان أنه استخدمت كل المكتبات المركزية إلا بعض المكتبات اللي ما فيهاش مكتبات مركزية مثل مكتبة برج بعراريش أو المكتبات المركزية اللي فيها عدد موظفين قليل. هنا بالتشاور مع الأستاذ المشرف خدمنا لا يعني مكتبات كلية جزء فقط وليس يعني كل المكتبات. بالنسبة للسؤال الثاني أيضا للأستاذ حمزة منير أو أستاذ لا أعلم يعني، بالنسبة للسؤال تاع ليكارت الخماسي، احنا استعملنا ليكارت الخماسي بالنسبة للمتوسطات والانحرافات، أما بالنسبة للليكارت الثلاثي يعني استخدمناه في عفوا فيما يخص التكرارات. الأستاذ فارس شاشة أظن قال له أنه التكرارات أنا اعتمدت عليها في الجداول المتقاطعة، الجداول المتقاطعة ما نقدرش نستعمل الانحرافات والمتوسطات، استخدمت التكرارات مجموع التكرارات الموافق والغير موافق والشدة
في يعني لمعرفة يعني لبناء جداول متقاطعة لمعرفة المكتبات الأكثر جاهزية. إذن وهذا يعني بالنسبة لسؤالي، وجميع الملاحظات الأخرى سنسعى إن شاء الله على يعني تعديلها. وشكرا لكم مرة أخرى. شكرا سيد علي. الكلمة للأستاذ بلال بن جمال، ثم بعد ذلك للأستاذ شربوني. إذن شكرا سيدي رئيس الجلسة. إذن صفتي أيضا مشرف لهذا العمل. أنا أيضا عندي العديد من الملاحظات، لكن ملاحظاتي تم توجيهها في وقت سابق للطالب، وتم الالتزام بالعديد من هذه الملاحظات. فقط أود الإشارة إلى بعض النقاط التي ممكن فيها بعض الإشكالات، وأوضح أيضا دور الطالب وأسباب العديد من هذه الملاحظات. أول سبب وهو حرص، يعني لأؤكد في البداية على أغلب هذه الملاحظات والتوجيهات التي قدمت من طرف الأساتذة وهم مشكورين عليها، أؤكد أن حرص الطالب على إتمام العمل في هذا الوقت يعني وفي واحترامه للبرنامج هو ما أوقعه في العديد من الهفوات والأخطاء ممكن وبعض الملاحظات هذه. أعتبر ما وقع فيه الطالب هي عبارة عن هفوات مرتبطة خاصة بالأسلوب، خاصة بالتشتت في المعلومات واختيار المصطلحات. في بعض الأحيان صار تداخل ما بين المصطلحات وأماكن وجودها أيضا. أؤكد أيضا على صعوبة يعني التحكم في هذه كل جزئيات البحث، خاصة وأنه الطالب قام بإحياء موضوع جديد. هذا الموضوع هو موضوع التشابك بين المكتبات بصفة عامة. يعني عندنا فيه العديد من الدراسات، وأغلب الدراسات أعطتنا انطباع سلبي أو سيء على هذه المشاريع. إذن هذه من بين الأسباب التي أوقعت الطالب في بعض هذه الهفوات. أؤكد أيضا على تحمل الطالب، تحمل الكثير من المغامرات، من بينها وكما أشارت الأستاذة بالضيف اختيار معيار الأبا بالفرنسية الأبا، وهو مغامرة في حد ذاتها، مما يعني أوقعت الطالب أيضا في بعض الهفوات، خاصة باعتبارها تجربة جديدة بالنسبة له. إذن كاينه ملاحظة أود الإشارة إليها، الطالب قدم على ما أظن قام بإيداع المذكرة في شهر ديسمبر، هكا باهي في ديسمبر، كانت العديد من الملاحظات في ديسمبر، ونشوفوا الوقت كاين حوالي 6 أو 7 أشهر باش ناقش. شخصيا قدمت للطالب العديد من الملاحظات، من بين الكثير من هذه الملاحظات لتعديلها، وهو كان خايف دائما يقول لك انا نبدا في التعديل والاداره هذه راح يزرف في الوقت للمناقشه، ولهذا اجل الكثير من هذه الملاحظات الى ما بعد المناقشه. لكن لو التزم بالملاحظات التي قدمتها له في الوقت هذا كان يعني العديد منها كان راح يسلم من الكثير من هذه الملاحظات. إذن العمل بين أيدينا، العمل إلى حد ما مقبول، وفي بعض جزئياته جيد جدا. أشكر الطالب على تقديم هذا العمل، أشكره على الجهد المقدم بصفة عامة، وعلى حرصه الدؤوب لإخراج العمل في شكل جيد. أيضا أشكر أعضاء لجنة المناقشة على هذه الملاحظات، وأتمنى أن تفيد الطالب وتفيد زملائه بصفة عامة. إذا شكرا لهذه الالتفات. ما بيش لكن فيها أساتذة أيضا. باش ما نقولوش مارسوا عليهم الجهاد النفسي. ها كلش حتى برازيل خلاص. سي باهي كش ما عندك تزيد؟ خلاص مليحه ان شاء الله.
احنا سننصرف الى القاعة الموالية للمداولة سريا ثم نصيحة عنه فيما بعد.